السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله في الفيديو ده كده هنحاول كده إن إحنا نعمل مراجعة على القواعد الخاصة بالترم الثاني، ويلا بينا كده إن شاء الله نبدأ بالقاعدة بتاع الوحدة رقم 12 اللي هي بتتكلم على ضمائر الوصل وعبارات الوصل هو ويتش وذات وهوم، ونعرف الفروقات ما بين كل واحدة فيهم مع تطبيق على حل الإيه الأسئلة وعلى بعض الإيه الأسئلة وإحنا بنشرح. فيلا بينا نبدأ على طول. طبعا هتتكلم عن relative clauses و relative pronouns اللي هي عبارات الوصل وضمائر الوصل. طيب طبعا انت لو في عندك عاقل على طول بعد العاقل بتجيب يا اما كلمة هو يا اما كلمة ذات يا اما كلمة هوم. يعني مثلا مثال this is the woman، طبعا عندك woman امرأة، هو او ذات او هوم I helped yesterday. تقول لي يا مستر طب في فرق ما بينهم؟ اقول لك الفرق رقم واحد، وهو ان كلمة ذات وكلمة هو ما ينفعش اجيب قبليهم ابدا حرف جر. يعني مينفعش اقول لك كده for who او with that خالص. طيب رقم اتنين، ان كلمة that ما ينفعش استخدمها ما بين two commas، يعني فاصلتين زي كده وكلمة that تبقى في وسطيهم، ما ينفعش. طيب رقم تلاتة، كلمة whom ما ينفعش ابدا ابدا اجيب بعدها فعل، بس لو في حرف جر يبقى استخدم كلمة whom. يعني اقول لك with whom مثلا كده for whom to whom وهكذا. طيب هيجي لك مثلا أسئلة، سؤال رقم واحد the girl with، طبعا عندك الجيرل بنت عاقل وعندك with حرف جر، يبقى هو دي ما تنفعش ولا ذات تنفع، يبقى على طول رقم بي هوم. رقم اتنين the secretary، في عندك بعد ال secretary كومة اهي، يبقى في الحالة ديت كده مش هينفع نستخدم كلمة ذات. طب عندك بعض النقط كلمة type بمعنى يكتب على طابعة أو كمبيوتر، يبقى ده فعل، يبقى في الحالة ديت كده مش هينفع نستخدم هوم، يبقى استخدم كلمة هو. طيب لو في عندي غير عاقل يبقى في الحالة ديت كده هتحتاج يا اما كلمة which يا اما كلمة that. طيب يعني مثلا the letter which او that was sent to me last week was very important، طبعا عندك letter خطاب غير عاقل يبقى which او that. طب بنفس الطريقة في فروق؟ في فروق، اللي هو رقم واحد ان كلمة that لسه قايلين دلوقتي ما ينفعش استخدمها ما بين two commas فاصلتين، وكمان ما ينفعش ان انا اجيب قبلها حرف جر. طيب بس خلي بالك بقى، لو في عندك اي كلمه من الكلمات اللي جايه دي استخدم فقط كلمه ذات، ما ينفعش استخدم كلمه واتش في الحاله ديت كده. زي ايه؟ كلمه زي كلمه اول، كلمه زي كلمه ميني، ماتش، فيو، اونلي، نو، سام وهكذا، اللي هي الكلمات كده اللي احنا بنستخدمها علشان نقول الكميات بتاع الكميات. الحاجه رقم اتنين ان انا ما ينفعش استخدمها في حاله التفضيل. يعني مثلا هي توك اول ذا ساندويتشز، طبعا عندك هنا كلمه اول وعندك الساندويتشز دي حاجه غير عاقل، يبقى على طول استخدم كلمه ذات. ليه ما ينفعش نستخدم ويتش؟ ايوه برافو عليك، عشان في كلمه اول. رقم اتنين this is the most expensive car space I have ever driven، طبعا عندك the most expensive دي مالها كده؟ دي حاله تفضيل، وطبعا تفضيل يبقى عندك the most زائد صفه طويله او the least او the والصفه فيها اي اس تي وهكذا. في الحالة دي كده ما ينفعش ان انا استخدم كلمة which، يبقى فقط هتستخدم كلمة that. طيب الملاحظات بتاع كلمة which وخلي بالك منها، اول حاجة ما ينفعش ان انا استخدمها بعد الكلمات اللي فاتت اللي احنا قلنا اللي هي كلمة all و many و much و few و any والكلام ده كله. طيب ولا ينفع ان انا استخدمها في حالة التفضيل، يعني the tallest و the heaviest و the most expensive والكلام ده كله. بس في ملاحظة مهمة جدا، وهي ان كل الكلمات اللي هي all و only و every و many و much و some والكلام ده كله، لو جبت بعديهم كلمة of، لو جبت بعديهم كلمة of وانا كده بتكلم عن something يعني حاجة غير عاقل، يبقى على طول استخدم كلمة which، يبقى دي الحالة الوحيدة. يبقى كلمة all و only و every و many و much و some و few والكلام ده كله، لما جيب بعديهم كلمة of واتكلم عن حاجة غير عاقل يبقى استخدم كلمة which. طب يا ترى يا مستر لو بتكلم عن someone شخص يبقى عاقل، يبقى في الحالة ديت كده في عندك برضو حرف الجر of، يبقى أنا محتاج كلمة whom. طيب ناخد مثلا سؤالين the father has a lot of sons all of، all of وانت عندك sons هنا عاقل، يبقى على طول all of whom. طب الجملة الثانية this businessman owns too many cars many of، في عندك many of وفي عندك cars سيارات غير عاقل، يبقى على طول محتاج كلمة which. طيب الملاحظة اللي بعد كده كلمة which عادي ينفع ان انا اجيب قبلها حرف جر عادي خالص، وتستخدم بين فاصلتين عكس كلمة that زي ما قلنا، ما ينفعش اجيب قبلها حرف جر ولا استخدمها ما بين two commas. يعني the pyramids الاهرامات في كومة، يبقى على طول which. this is the car غير عاقل for حرف جر يبقى which.
الملاحظة اللي بعد كده برضو مهمة خاصة بكلمة which، وهي إن كلمة which ينفع إن أنا أستخدمها علشان أشير إلى جملة سابقة أو مضمون جملة سابقة، يعني he got the full marks in his exams، وحصل على الدرجات النهائية في امتحاناته. which made us all over the moon، وهذا جعلنا يعني فرحانين جدا جدا. يبقى إيه هذا هنا؟ يعني حصوله على الدرجات النهائية في الامتحانات خلانا نبقى فرحانين. يبقى هنا كلمته which حلت محل مضمون الجملة إيه اللي فاتت. طيب الملاحظة اللي بعد كده وهي مستر، احنا هنا مستخدمين كلمة by which، وهنا for which، وهنا for which. طب على أي أساس أستخدم حرف الجر؟ نقرأ الجملة الأول كده، he said something by which he means، دي كلمة mean معناها يعني أو يقصد، بتاخد كلمة by يبقى by which. يبقى عايز تقول يا مستر إن حرف الجر بستخدمه على أساس الفعل اللي موجود؟ أه، على أساس الفعل اللي موجود. الجملة الثانية، his behavior was impolite، سلوكه كان يعني مش مؤدب. for which he should apologize، apologize بمعنى يعتذر، يبقى apologize for something، يبقى اعتذر عن حاجة هو عملها أو عن خطأ هو ارتكبه، يبقى for which. this is the car for which he paid، pay بمعنى يدفع، يبقى pay for يدفع مقابل، يبقى for which. وحرف الجر في الحالة ديت كده يعني ينفع إن أنا أجيبه بعد الفعل أو إن أنا أجيبه بعد أو إن أنا أجيبه قبل كلمة which، ما فيهاش أي مشاكل كده، صح وكده مالها؟ صح. طيب الحاجة اللي بعد كده أو الضمير اللي بعد كده اللي هو كلمة هوز، طبعا هوز دي لازم يبقى في قبلها اسم هنا كده، ولازم يبقى في بعدها اسم، والاسمين بيبقى في ما بينهم علاقة أو في ملكية. يعني this is the woman، هذه تكون المرأة. هوز باك، شنطتها، يبقى شنطة ملك مين؟ ملك المرأة. was stolen yesterday. الملاحظة الثانية، the cat whose eyes، العيون دي تبع مين او يعني خاصه بمين؟ خاصه بالكات، يبقى ملكيه. وهنقول برضه هنا ملاحظه مهمه، وهي ان كلمه هوز الاسمين دول كده مش شرط انه يبقوا عاقل، لا، يبقى عاقل او غير عاقل. يعني ذا تيبل، الترابيزه، هوز ليجز، يبقى تاني ذا تيبل، الترابيزه، هوز ليجز، اللي رجليها، يبقى مع العاقل ومع غير العاقل. طيب خلي بالك بقى من الملاحظه المهمه جدا 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 دي كده، وهي تعالى ناخد السؤالين الأول كده. This is the car space cost 50,000 pounds. والجملة الثانية، This is the car space cost is 50,000 pounds. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ هنا عندك كلمة cost وهنا عندنا كلمة cost. في فرق يا مستر؟ آه، في فرق، اللي هو إيه بقى؟ في عندك بعض الكلمات ينفع استخدمها كاسم وكفعل، يعني كلمة visit معناها يزور أو زيارة، stay يقيم أو إقامة، end ينتهي أو نهاية، play يلعب أو مسرحية، cost يكلف أو تكلفة، export يصدر أو export الصادرات، pay يدفع أو أجر، wish يتمنى أو أمنية، likes بمعنى يحب أو الحاجات اللي الناس بتحبها. يعني الكلمات دي ينفع استخدمها كاسم وكفعل. طب أفرق إزاي بقى؟ مين اللي جاي بعديهم؟ الجملة الأولى، This is the car space cost 50,000 English pounds. يبقى هنا هل في بعد كلمة cost فعل؟ مفيش، يبقى هنا مستخدمة كفعل، يبقى في الحالة ديت كده which، والتي يكون سعرها. طب الجملة الثانية، This is the car space cost is، في بعد كلمة cost في فعل اهو، يبقى ما ينفعش يبقى في فعلين ورا بعض، يبقى كلمة cost هنا اسم، يبقى انت عندك اسم هنا وعندك car اسم، يبقى اسم واسم، يبقى على طول كلمة whose، يبقى هذه تكون سعرها يكون كذا. يبقى تاني، الأسماء دي أفرق إزاي مستر؟ إذا كانت الكلمة اسم أو فعل من اللي جاي بعديهم، لو في بعديهم فعل زي كده يبقى الكلمة دي مستخدمة كاسم، لو مفيش بعديهم فعل يبقى الكلمة دي كده مستخدمة كفعل. طيب ملاحظة مهمة، وهي إن أنت عندك كلمة some وميني وفيو وموست وهاف ونيذر ونون ونمبر، كل الكلمات دي كلها لما أجيب بعديهم حرف الجر of، اللي هي الملاحظة اللي إحنا قلناها هناك، احنا قلنا هناك ايه؟ انك بتجيب مع العاقل بنستخدم كلمة هوم، طب مع الغير عاقل بنستخدم كلمة ويتش. طب اضيف لك بقى واحدة، ينفع استخدم كلمة هوز، بس في الحالة ديت كده لازم هيبقى في بعديهم اسم هنا. يعني مثلا كده خليك معايا بقى، This is our neighbor، هذا يكون جارنا، many of space friends are ministers، يبقى العديد من اصدقائه، يبقى many of whose friends. طب فرق ازاي يا مستر او اعرف ازاي؟ كان أصلها his friends، يبقى أصدقائه. طب الجملة الثانية، our company has 80 employees، most of space are computer literate، يعني الشركة بتاعتنا فيها 80 موظف، معظمهم يكونوا على دراية باستخدام الكمبيوتر. عندك employee موظف، واحد عاقل،
هل في هنا اسم؟ مفيش اسم، يبقى many او most of whom، معظمهم. طب اللي بعد كده I bought two books، انا اشتريت كتابين. neither of books غير عاقل، يبقى ولا واحد فيهم، يبقى neither of which عشان دي حاجة غير عاقل is interesting. يبقى تاني كده الملاحظة دي كده هنضيف لي كلمة which وكلمة whom، كلمة whose طبعا مع many و few و most والكلام ده كله، لو في بعد يوم حرف الجر of بس كلمة whose لازم هيبقى في عندك اسم هنا بعديها. طيب الملاحظة اللي بعد كده أو الحاجة اللي بعد كده أو الضمير اللي بعد كده هو كلمة where. طبعا لو في عندك مكان تستخدم كلمة where، أو ينفع استخدم كلمة which. طب في فروق؟ اه في. طيب أول حاجة كلمة where ايه الخصائص بتاعتها يا مستر؟ أول حاجة لا تسبق بحرف جر، فعشان أجيب قبلها حرف جر. لا نستخدم في نهاية الجملة حرف جر يدل على المكان. رقم ثلاثة لا تتبع بفعل. لا تتبع بإيه؟ بفعل. طيب دي هنقولها بس لما إيه نحل كده نرجع لها تاني. أما كلمة which عكس بقى، تسبق بحرف جر عادي، نستخدم في نهاية الجملة حرف جر يدل على المكان، مفيش مشاكل، تتبع بفعل، ودي هنقولها برضو في يعني إيه بعد ما نحل السؤال اللي جايين دول كده. تعال بص معايا. This is a flat in، في عندك شقة، يبقى ينفع تبقى مكان وينفع تبقى حاجة غير عاقل، لأن المكان برضو حاجة غير عاقل. طيب في الحالة ديت كده في عندي in، يبقى على طول in which I live. طب الجملة التانية This is the flat which ولا where I live in، في عندك حرف الجر هنا جه في الآخر أهو، يبقى على طول برضو كلمة which. طب This is the flat I live، هل في حرف جر هنا؟ مفيش. طب هل في حرف جر هنا؟ مفيش. طب هنختار كلمة where، ماشي. طب This is the flat space I bought، هل في حرف جر هنا؟ لا. طب هل في حرف جر هنا؟ لا. طب هنختار كلمة where؟ لا. طب مريم مستر ايه؟ هنختار كلمة which. طب ليه بقى يا مستر؟ هرجع بقى لايه الملاحظه اللي احنا قلنا هنرجع لها هنا كده، دي ودي كده. ايه بقى يا مستر؟ هنا لا في حرف جر هنا ولا في حرف جر هنا، زي هنا لا في حرف جر ولا في حرف جر، اشمعنى فوق اخترنا where I live وتحت which I bought؟ عندك كلمة live معناها يعيش، يبقى انا اقول كده ايه؟ يعيش فيها، يبقى in it. طيب يبقى معنى كده ايه يا مستر؟ حضرتك عايز تقول ان كلمة where بتحل المحل حرف الجر وفي نفس الوقت كمان الحاجة الغير عاقل. لا. طب اللي بعدها This is the flat I bought، هتقول ايه؟ I bought، انا اشتريت. I bought in it ولا I bought it؟ I bought it، انا اشتريتها فقط. يبقى معنى كده ان كلمة which حلت محل فقط الغير عاقل اللي هو كلمة it. يبقى معنى كده علشان لما تيجي في الامتحان وتيجي في الاسئلة ان شاء الله واحنا بنحل، كلمة where بتحل محل حاجتين، محل حرف الجر ومحل الكلمة الغير عاقل، أما كلمة which بتحل فقط محل الغير عاقل. طب الجملة اللي بعد كده This is the flat space coast. coast هنا مستخدمة كفعل علشان مفيش بعدها فعل هنا، يبقى في الحالة ده هي كده which، علشان قلنا إن كلمة where لا تتبع بفعل. طيب هناخد بس ملاحظة كده من هنا بسيطة، وهي ايه كده؟ ان كلمة وير بتساوي كلمة ويتش زائد حرف الجر، او ان انا ينفع اجيب حرف الجر قبل كلمة ايه؟ ويتش. طيب الملاحظة دي برضو مهمة، وهي لاحظ يمكن ان انا استخدم حرف جر قبل كلمة وير، بس امتى بقى؟ لو كان معناها او بتشير الى مكان. يعني ايه برضو يا مستر؟ يعني بص على الجملة كده I took the car، انا اخذت السيارة to الى، يبقى to ايه بقى؟ to where it was fixed. ليه هنا يا مستر قلنا to where؟ عشان لما اقول لك to where كده كان اصلها كده كلمه محذوفه، to the place، الى المكان where it was fixed. يبقى هنا كلمه where اجيب قبلها حرف جر عادي، بس لو كان قبلها مثلا كلمه place وكلمه محذوفه بس مفهومه من المعنى بتاع الجمله او السياق بتاع الجمله. يبقى انا اخذت السياره الى، يبقى to the place، الى المكان where it was fixed. هي يعني سواء اتكتبت او ما اتكتبتش مش هتفرق كتير في المعنى بتاع الجمله. طيب لو عندنا زمان او وقت على طول بتستخدم كلمه وين، او ينفع استخدم كلمه ويتش، يعني ويتش دي رشقه يعني في ايه؟ في حاجات كتير جدا. طيب علشان ما اقعدش ايه اطول عليك، كلمه وين زيها زي كلمه وير، كل الكلام اللي اتقال على وير هيتقال على وين. يعني بمعنى ان كلمه وين لا تتبع بفعل، لا تسبق بحرف جر، ما ينفعش استخدم حرف جر في الاخر الجمله، بس بشرط ايه بقى؟ حرف الجر هنا يدل على الوقت او الزمان. اعكس بقى مع كلمه ويتش، هنا عندك اكتوبر از ذا مانث ان، شهر، وعندك ان حرف جر يبقى ان ويتش.
October is the month we defeated Israel in. عندك in اهو يبقى which برضو. طب هنا October is the month space we defeated Israel. اكتوبر شهر احنا هزمنا فيه اسرائيل. مفيش حرف جر هنا ولا في حرف جر هنا، يبقى when. طب اللي بعدها بقى مستر، October is the month space I love very much. هنا كلمة which ليه بقى حبايبي شاطرين مستر؟ عشان هنا كان اصلها I love it، يبقى هنا انا حذفت فقط كلمة it، حاجة غير عقل. انما هنا we defeated Israel in it، يبقى انا حذفت in و it، يبقى استخدمت كلمة when. طيب رقم خمسة، October is the month space precedes November. اكتوبر الشهر، precede دي معناها يسبق، ده فعل، يبقى على طول برضو كلمة which. يبقى الكلام اللي اتقال على when هيتقال على كلمة where باستثناء ان when بتاع وقت او زمان، اما where بتاع مكان. الحاجة اللي بعد كده عندنا كلمة what، وكلمة what دي برضو مهمة قوي، وهي يعني مش بنجيب قبلها اسم خالص. وكلمة what بتساوي the thing او the things that. يعني مثلا كده مثال، I couldn't understand what he said. انا ما قدرتش افهم اللي هو قاله. بص هنا كلمة what، هل في قبلها هنا اسم؟ لا مفيش قبلها اسم، يبقى على طول what. طب هنا اقولها بقى ازاي؟ I couldn't understand the things او the thing that he said. كده صح. طيب جملة كمان، what annoys me. what هنا مش بمعنى ما او ماذا سؤال، لا هنا معناها الذي. الذي يضايقني is that، دي عفوا دي كلمة that، he always comes late، هو دايما بيجي ايه متأخر. يبقى كان اصلها the thing that annoys me is that he always comes late. طيب مثلا اختار، the policeman wanted to know، ضابط الشرطة كان عايز يعرف، happened، هنا مفيش اسم، يبقى على طول what happened. طيب عندنا كلمة reason طبعا بمعنى سبب، تاخد حرف الجر فور واجيب بعدها ing او اسم او why، وينفع يعني مكتوبة أو مش مكتوبة، المهم إن هيبقى في بعدها فاعل وفعل. يعني لو في كلمة why يبقى في لازم في عندك فاعل وفعل. يعني the reason why he left، أدي why he left. طيب كلمة why بتساوي what، واستخدم مع حرف الجر في الآخر فور، أو ينفع أجيب حرف الجر فور قبل كلمة what. يعني I know نقط he married her، هل في هنا حرف جر فور؟ لا. هل في هنا فور؟ لا. يبقى I know why he married her، يبقى هنا كلمة why. طيب الجملة اللي بعد كده، I know not he married her for، في عندك هنا كلمة for، يبقى على طول what. طيب بنفس الطريقة، I know for، ادي for هنا، يبقى برضو كلمة what. طيب الملاحظة اللي بعد كده، لاحظ ان كلمة with اجيب بعدها noun اسم، طب بتساوي في الحالة ديت كده كلمة who او which او that، بس دايما بقى في have او has أو had، يعني بمعنى يمتلك أو لديه. يعني مثلا I saw a villa، أنا شفت فيلا، not a big garden، حديقة كبيرة، هل في هنا فعل؟ لا مفيش، يبقى على طول with a big garden. طب الجملة الثانية، I saw a villa not had a big garden، طب ده في هنا كلمة had وعندك هنا فيلا، يبقى فيلا دي كده ينفع تستخدم كمكان أو كحاجة غير عاقل. هنا عندك had فعل، يبقى كلمة where لا تتبع بفعل، يبقى which. يبقى which had a big garden بتساوي with a big garden. الملاحظة رقم اتنين، وهي مهمة جدا برضو، هي ورقم ثلاثة دي كده، يرى كده الجملة الأول كده، I read a story، أنا قرأت قصة، which was written by نجيب محفوظ، والتي كتبت بواسطة نجيب محفوظ. لما أقول لك which was written، الجملة دي كده مالها؟ تقول لي مبنية للمجهول. طب يرى كده اللي بعدها دي كده، I read a story written by نجيب محفوظ. عملت ايه هنا؟ حذفت كلمة which يا مستر، وحذفنا verb to be، واستخدمنا التصريف رقم 3. يعني عايز تقول كده ان لو الجملة بتاعتي مبنية للمجهول يجوز حذف ضمير الوصل، احذف ضمير الوصل بتاعك، وكمان احذف verb to be واستخدم فقط التصريف رقم 3 بالظبط كده. يبقى I read a story which was written بتساوي I read a story written by نجيب محفوظ. طب السؤال يجي عليها ازاي في الامتحان؟ زي كده، the projects المشاريع نقط nowadays هذه الأيام provide a lot of job opportunities for those، بتوفر فرص عمل للشباب. عندنا الفعل اللي هو الموجود carry out ده معناه ينفذ. طب أقول لك المشاريع التي تنفذ، المشاريع مش بتنفذ، يبقى تنفذ عشان هي مش بتنفذ نفسها، يبقى كده مبنية للمجهول. طب عشان يبقى في مبني للمجهول يبقى في رقم 3. طب which carried out، طب أدي which وفي carried تصريف 3 بس مفيش verb to be، يبقى غلط. طيب are carried out،
ادي ار يا مستر وادي كاريت اوت، بس دي ما تنفعش ليه؟ علشان ما فيش عندك ضمير الوصل، يعني ما فيش ويتش ار كاريت اوت. طب كاري اوت دي ما ينفعش برضو خالص، علشان يعني لا في تصريف رقم 3 ولا في فيرب تو بي ولا في ضمير الوصل، يبقى كاريد اوت على طول. يبقى the project is carried out كان اصلها the project is which are carried out، وكمل الباقي. طيب يا مستر لو الجمله مبنيه للمعلوم في الحاله ديت كده اعمل ايه؟ احذف ضمير الوصل بتاعك، احذف اي فعل مساعد موجود، واستخدم verb plus ing. يعني the secretary who works for my uncle، السكرتيره اللي بتشتغل عند عمي is very hard working، مجتهده جدا في العمل. طيب هنا هو وادي عندك works، طب قلنا هنا the secretary working على طول، يبقى حذفنا هو work رجعناها للمصدر وحطينا فيها ing. طيب الجمله تيجي كده students الطلبه late متاخر should be punished، يجب ان يعاقبوا. يبقى الطلبه الذين يصلوا متاخرين، اللي بيجوا متاخرين. students arrive ما ينفعش اختار كلمه arrive علشان arrive ده فعل، وفي عندك هنا should be punished، يبقى ما ينفعش يبقى في فعلين في الجمله، يبقى المفروض كده who arrive. طب ما هي مستر هو arrives، بس اقول لك هنا دي انت قلت ايه فيها اس اهي، وستودنتس ده جمع، يبقى المفروض الفعل بتاعك ما يبقاش فيه اس، يبقى دي غلط برضه. انما لو ستودنتس هو ارايف صح. طب ثلاثه ارايفد ما ينفعش يبقى فيه فعلين ودون ضمير وصل. طب هنا ارايفنج هي دي الاجابه الصحيحه، يبقى كان اصلها ستودنتس هو ارايف، حذفت هو وارايف هتحط فيها اي ان جي. طيب الملاحظة رقم 4 وهي بيقول كده يجوز حذف ضمير الوصل والفعل في حالة وجود حرف جر واسم. يعني ايه؟ يعني بقول لك كده the books which are on the table، انت عندك هنا which و are و on the table. طب عملنا ايه هنا؟ قلنا the books on the table على طول، حذفنا which وحذفنا verb to be وحطينا على طول ايه حرف الجر والاسم. طب السؤال هيجي عليها ازاي؟ زي الجملة اللي بعدها the camera space is very expensive which in my bag، مفيش عندك is، يعني لو في which is in my bag تبقى صح، يبقى دي كده غلط. طب is in my bag مفيش كلمة which، يبقى برضو غلط. طيب my bag مينفعش اقول لك the camera، الكاميرا شنطت، يبقى غلط. يبقى the camera in my bag كان اصلها the camera which is in my bag. اخر حاجة كلمة هو كلمة which وكلمة that وكلمة هم من الاخر كده، لو جبت بعديهم فاعل، لو جبت بعديهم فاعل في الحالة ديت كده ينفع استخدمهم او ما استخدمهمش. يعني جوجل is the company which او that او ما استخدمش حاجة خالص I would like to work for، كلهم ايه صح. طب ليه يا مستر بقى؟ عشان بيقول كده المفروض هنا كان اصلها I'd like to work for it، انا حابب اشتغل ليها، يعني for جوجل. طب هنا في الحالة ديت كده كلمة it موقعة في الجملة مش فاعل، يبقى في الحالة ده كده ينفع ان انا استغنى عن ضمير الوصل. هيجي على السؤال ازاي يا مستر في الامتحان؟ I thanked the people، انا شكرت الناس. Who you invited them ما ينفعش ليه؟ عشان ما ينفعش يبقى في كلمة them اصلا في الجملة ومعاها كلمة who، عشان الاتنين بيساووا بعض. طب you invited them ما ينفعش برضو ليه؟ علشان كلمة them ما زالت موجودة ودي جملة واحدة. طيب whom you invited them ما هي نفس الفكرة، في عندك كلمة them وعندك كلمة whom، يبقى غلط، يبقى you invited على طول. ينفع بقولها بشكل تاني I thank the people you invited ده رقم واحد، I thank the people who you invited رقم اتنين، I thank the people that you invited رقم تلاتة، رقم أربعة I thank the people whom you invited. زمن ال past perfect أو الماضي التام هنشرحه كده ونحل عليه شوية أسئلة كانوا من أنواع التطبيق. وطبعا لو سألتك هو بيتكون من إيه، فده تقول له مستر ده بيتكون من had plus ال PP أو had والتصريف رقم التلاتة. طيب ليه بنستخدمه؟ علشان نقول ان في عندنا two actions حدثين or more او اكتر in the past حصلوا في الماضي، وخلي بالك بقى لازم الحدثين او الاكتر دول كده يكون حصلوا فين؟ في الماضي. طيب الحدث الاولاني اللي هو الفيرست اكشن ده لازم يبقى في الباست بيرفكت هاد والتصريف رقم 3، يعني اللي حصل الاول ده في الماضي التام، كل الاحداث اللي بعد كده هتبقى في الماضي البسيط اللي هو طبعا بيكون من تصريف رقم 2. طيب تعالى ناخد المثالين دول كده علشان نفهم الماضي التام. الجملة الأولى بتقول when I reached the station the metro had left، لما وصلت المحطة المترو مشي. يا ترى ايه اللي حصل طبقا للقاعدة اللي فوق دي كده؟ عندك طبعا المترو مشي الأول، طب ليه؟ علشان في عندك عندنا هنا هاد والتصريف رقم 3، يبقى المترو مشي الأول وبعد كده أنا وصلت المحطة، يبقى معنى كده I missed it أنا ملحقتوش. طب الجملة الثانية when I had reached the station the metro left، لما وصلت المحطة المترو مشي.
طيب ايه اللي حصل الاول برضو هنا؟ عندنا هنا كده I had reached the station، انا وصلت المحطة الاول. ليه؟ علشان في عندنا had وتصريف رقم 3، يبقى معنى كده انا وصلت الاول وبعد كده المترو مشي، يبقى I caught it. يبقى الماضي التام حدثين او اكتر حصلوا في الماضي، اللي حصل في الاول خالص ده في الباست بيرفكت او الماضي التام had وتصريف رقم 3. طيب شوية قواعد كده بتاعته. أول حاجة بستخدمه لما في عندنا كلمة باي زائد تاريخ في الماضي أو وقت في الماضي. يعني مثلا كده لما نقول كده باي 2010 قبل سنة 2010، باي ذا ايج اوف 10 قبل ما كمل 10 سنين. تعالى ناخد كده الثلاث أسئلة دول كده ونحلهم مع بعض. الجملة الأولى بتقول باي 2019 اي سبيس هاو تو سويم. الجملة الثانية in 2019 I space have to swim. الجملة الثالثة since 2019 I space have how to swim. وعندنا الاختيارات بتاعتنا I'm learning و learned و have learned و had learned. الجملة الأولى تبقى القاعدة اللي فوق هنا by يا مستر ده طبعا 2019 سنة في الماضي وقبلها كلمة by، يبقى على طول هذا التصريف رقم 3. يبقى هنا كده by 2019 I had learned how to swim. طب باي معناها ايه؟ معناها قبل ما السنة دي ما تاجي. يبقى قبل ما السنة دي ما تاجي انا كنت عملت حاجة قبلها، اللي هي ايه؟ كنت اتعلمت ان انا اسبح. طب الجملة التانية ان وسنة في الماضي زي ما شرحنا قبل كده في الماضي البسيط، ده على طول طبعا ده تصريف رقم 2 فده ماضي بسيط، يبقى I learned. وطبعا التصريف رقم 2 بتاع learn اللي هو learned بالتي او بالاي دي، الاتنين صح. طب الجملة رقم 3 since 2019، طبعا عندك since وسنة في الماضي، يبقى على طول ده كده من الكيوردز بتاع زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام، يبقى have وتصريف رقم 3 يبقى I have learned. طيب الحاجة الثانية ان انا دايما بستخدم الباست بيرفكت لو في عندي كلمة زي كلمة that، بس بشرط ايه بقى؟ دايما اللي قبلها بيبقى باست سمبل تصريف رقم 2، يبقى اللي بعدها على طول ماضي تام. يعني مثلا after I went home، بعد ما روحت البيت I realized that I have been robbed. بعد ما روحت البيت انا اكتشفت ان انا اتسرقت. هو ايه اللي حصل الاول؟ روحت ولا ادركت ولا اتسرقت؟ اللي حصل طبعا اتسرقت الاول. ليه؟ ده بتصريف رقم 3. انا روحت البيت وبعد كده بطلع جيوبي كده بشوف المحفظة فين والفلوس فين، ما لقيتهاش معايا. يبقى معنى كده انا اتسرقت الاول، يبقى ده كده في الماضي التام. وطبعا هنا have been robbed ده past perfect بس passive مبني للمجهول. طيب طبق بقى معايا القاعدة كده، ادي في عندنا كلمة ذات اهي، يبقى اللي قبلها هنا ادي realized ده كده past simple تصريف رقم 2، went تصريف رقم 2 past simple، يبقى اللي جاي بعدها ماضي تام. طيب عندنا القاعدة اللي بعد كده كلمة after وكلمة on و immediately on، لو مفيش عندي subject فاعل يبقى انا على طول بجيب بعديهم verb plus ing. ادي كده after graduating from university I traveled abroad، ادي after مفيش هنا subject يبقى على طول في verb plus ing. طيب القاعدة اللي بعد كده عندنا كلمة after وعندنا كلمة as soon as وعندنا كلمة because اللي بتساوي كلمة as او since، بس خلي بالك عشان as و since هنا بمعنى لأن يعني بيساوي كلمة because. التالتة بنجيب بعديهم subject فعل، بعد كده بنجيب had والتصريف رقم 3، الجزء الثاني فيه subject وفيه possible وتصريف رقم 2. لو انت عايز تفهم مفيش مشكلة، after معناها ايه؟ معناها بعد، زي as soon as. يبقى بعد ما عملت الحدث الاول يبقى الحدث الاول ده كده اتحط في الماضي التام، انا عملت حاجة تانية بعد يبقى ماضي بسيط. بنفس الطريقة برضو كلمة because وهيجي لنا عليها امثلة دلوقتي. طب يعني مثلا مثال after he had done his homework he slept، ادي عندنا كلمة after، عندنا he subject had وعندنا done تصريف رقم 3، الجزء الثاني he slept. طيب تعالى بقى ناخد كده الايه الاربع اسئله دول كده على كلمه because، وخلي بالك عشان بقى يدخل فيهم بقى الباست سمبل والباست كونتينوس وهكذا. الجمله الاولى he didn't go diving because he space his diving suit، هو لم يذهب للغطس لان هو ايه بدله الغطس بتاعته. يبقى معنى كده هو نسي بدله الغطس بتاعته. طب ايه اللي حصل الاول؟ اكيد ان هو نسي الاول وبعد كده ما راحش، يبقى بالتالي في حدثين، واحد حصل قبل الثاني وعندك didn't ده في الباست سمبل، يبقى الجزء الثاني على طول باست بيرفكت، يبقى because he have forgotten.
طب الجملة التانية: He didn't answer the phone because he space a shower. هو ما ردش على التليفون لأنه هو شاور، بياخد دوش. أكيد هو كان بياخد شاور وفي نفس الوقت التليفون كان بيرن، فبالتالي مثلا ما سمعوش أو ما خدش باله أو أيا كان. يبقى معنى كده هنا مفيش واحد حصل قبل التاني، يبقى معنى كده واحد استمر فترة والتاني أثر عليه، أو التاني قطع، أو التاني استغرق فترة قصيرة. يبقى معنى كده he didn't answer the phone because he was taking a shower. Past simple مع past continuous، يبقى حدث كان شغال استمر فترة طويلة والتاني استمر فترة قصيرة. طيب الجملة رقم ثلاثة: He is very happy because he spaced his exams. ورقم أربعة: He was very happy because he spaced his exams. الفرق ما بين الاتنين فقط هنا كلمة is وهنا كلمة was. طيب تعال نجيب رقم ثلاثة. لما أقول لك is معنى كده إن ده مضارع، هو فرحان علشان هو إيه الامتحانات بتاعته، أكيد نجح في الامتحانات بتاعته. طيب هنا ما ينفعش أختار was passing ولا have passed لأن الجزء الأولاني ده كده مش في الماضي، وبالتالي دي غلط ودي غلط. طيب has passed و passed، بتقول لي يا مستر طب ما هو نجح، ما خلاص ما هو نجح كده في الماضي. طيب هنا بقى هنختار كلمة ايه؟ هنختار كلمة has passed. طب ليه يا مستر؟ ما هو خلاص هو نجح في الماضي. أقول لك صح، هو نجح في الماضي بس ليه أثر في الوقت الحالي. ما دام حاجة حصلت في الماضي وانتهت في الماضي بس ليها أثر في الوقت الحالي، يبقى معنى كده لازم استخدم present perfect has passed. يبقى he is very happy because he has passed. طيب يبقى معنى كده رقم دي passed دي غلط برضو، اللي هي بتاع الماضي البسيط. طيب الجملة الرابعة: he was. هنا بقى ادي was اهي، يبقى معنى كده الكلام بتاعك فين؟ في الماضي، يبقى الغى زمنة البريزنت، يبقى has دي ما تنفعش خالص. طب واللي بعد كده هنا مفيش كان حدث شغال والتاني قطعه ولا أثر عليه ولا أي حاجة، يبقى معنى كده was passing دي ما تنفعش، يبقى عندنا يا إما have passed يا إما passed. طيب هو كان فرحان لأن هو الامتحان بتاعته أكيد نجح في الامتحان، يبقى إيه اللي حصل الأول؟ نجح الأول وبعد كده كان فرحان، يبقى معنى كده have passed. وهنا نقول إن الماضي التام برضه من ضمن استخداماته حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وله أثر، بس الأثر بتاعه فين؟ في الماضي، هو ده أهم حاجة. يبقى المضارع التام ليه أثر في البريزنت المضارع، إنما الماضي التام ليه أثر فين؟ في الماضي. طيب خلي بالك هي رقم دي باست صح مش غلط، بس لو جات لي في الامتحان وجات لي هاب باست وجات لك باست، لا التزم بالقاعدة فاختار إيه؟ هاد والتصريف رقم 3. طيب القاعدة اللي بعد كده إن إحنا عندنا كلمة هافينج على طول دايما بنجيب بعدها البي بي أو التصريف رقم 3. having space his homework he slept. يبقى having ما ينفعش اقول لك had done، had هنا تصريف رقم 3 بس في done تصريف رقم 3، التصريف الثالث ده بيبقى من الفعل الاساسي مش الفعل المساعد. طيب having done ده هنا تصريف رقم 3 يبقى ده كده المظبوط والاجابه الصح. ما ينفعش اقول having doing عشان بنجيب بعدها verb plus ing. طب having been done الجمله بتاعتي مش مبنيه للمجهول، يبقى having done بعد ما عمل الواجب بتاعه هو نام. طيب القاعدة اللي بعد كده عندنا طبعا كلمة before وكلمة by the time عكس كلمة after، يبقى هنجيب بعديهم subject الفعل وبعد كده past simple هو تصريف رقم 2، الجزء الثاني subject الفعل وهاد تصريف رقم 3. طب ليه؟ عشان معناها قبل ما يعمل الحاجة الثانية يبقى تصريف ثاني، هو كان عمل حاجة قبلها يبقى هاد تصريف رقم 3. يعني مثلا ادي before he slept قبل ما ينام he had done his homework، هو كان عمل الواجب، يبقى عمل الواجب الاول وبعد كده نام. بنفس الطريقه كلمه before لو ما فيش عندنا subject زي كلمه after كده بنجيب verb plus ing. يعني يجي لك مثلا كده before space he had done his homework، طبعا احنا لسه قايلين before هنا slept ما فيش عندنا فاعل، had slept ما ينفعش خالص، sleeps ما ينفعش، يبقى sleeping علشان ما فيش عندنا subject يبقى لازم في verb plus ing. الجملة اللي بعد كده أو القاعدة اللي بعد كده عندنا subject فاعل، عندك didn't plus infinitive أو couldn't plus infinitive أو wasn't أو weren't plus pp، وبعد كده كلمة till أو until هما معناهم حتى أو لغاية، بعد كده subject فاعل، بعد كده هاد توصيف رقم 3. طب امتى يا مستر استخدم اللي فوق دي كده وامتى استخدم اللي تحت اللي هي was او were؟ طيب خلي بالك بقى عشان في طلبه كتيره بتقع فيها وجت قبل كده في الثانويه العامه كتير وناس وقعت فيها.
استخدم didn't والinfinitive او couldn't والinfinitive لو الجملة بتاعتي مبنية للمعلوم. طب استخدم wasn't او weren't والتصريف رقم 3 لو الجملة بتاعتك مبنية للمجهول. بعد كده في كلمة tell او until، بعد كده subject الفعل وهذا التصريف رقم 3. يعني قلنا مثلا كده طبق على المثال اللي فوق ده كده هنا كده، وهو هنا سؤال. الجملة بتقول he stays until he had done his homework، هو ايه؟ حتى عمل الواجب بتاعه. اكيد مش هنقول هو ما نامش الا لما عمل الواجب بتاعه. طيب هنا هي ده الفعل، يبقى الجملة بتاعتك كده مبني للمعلوم، يبقى بشكل مباشر didn't والتصريف رقم 3، عشان طبعا في هنا had والتصريف رقم 3. طب الجملة اللي بعد كده بقى، والجملة دي كانت جاية في امتحان قبل كده وناس كتيرة غلطت فيها. he stays into prison until he had confessed to doing the crime، هو ايه؟ الى السجن حتى اعترف ان هو ارتكب الجريمة. طب هنا برضو ملاحظة بسيطة خالص كده، كلمة confess to بنجيب بعدها verb plus ing عادي، عشان محدش يقول هنا to بقى في infinitive، وهي معناها يعترف. يبقى هو هقول هو لم يضع في السجن حتى اعترف بارتكابه الجريمة، ولا لم يوضع في السجن؟ اكيد لم يوضع في السجن، هو مش هيحط نفسه. يبقى معنى كده الجملة بتاعتك active ولا passive، يعني مبني للمعلومة ولا مبني للمجهول؟ اكيد مبني للمجهول. يبقى انت محتاج was او were وتصريف رقم 3، يبقى he wasn't bought. الجملة رقم 3 خلي بالك برضو، علشان دي برضو سهل ان الطلبة تقع فيها. he lived in Cairo until، تقول لي يا مستر ده في هنا كلمة until وفي هنا lived، ده في لا في didn't ولا infinitive ولا couldn't ولا was او were وتصريف رقم 3. اقول لك عادي خالص مفيش مشاكل، ينفع ان انا اجيب قبلها ماضي بسيط مثبت عادي خالص، بس دايما يبقى الحدث ده كده هو اللي حصل الاول. he lived in Cairo، هو عاش في القاهرة until حتى ايه in 2010، حتى ايه في سنة 2010، died ولا has died ولا had died ولا dies. يبقى هو عاش في القاهرة لغاية لما مات سنة 2010، يبقى اكيد عاش الاول وبعد كده مات، يبقى مات ده كده الحدث رقم 2، يبقى لازم يبقى في الماضي البسيط يبقى died. وهنا عادي خالص مفيش مشاكل، استخدم ماضي بسيط او استخدم ماضي تام مش قضية خالص، هو جايب هنا كده علشان يلخبطك. طيب الجملة اللي بعد كده برضو they refused to leave، هما رفضوا ان يغادروا. هتقولي برضو يا مستر هنا ده refuse ده برضو لا في didn't، نفس الطريقة. اقول لك refuse ده معناها يرفض، الفعل نفسه اصلا بيدل على النفي. يبقى they refused to leave، هما رفضوا ان يغادروا till لما they space the money، لما ياخدوا الفلوس. يبقى اكيد هياخدوا الفلوس الاول وبعد كده هيمشوا، يبقى اللي هيحصل الاول ان هم هياخدوا الفلوس. وذي يبقى معنى كده ده الجملة بتاعتك مبني للمعلوم، يبقى انت عايز هاد والتصريف رقم 3. ما ينفعش نقول هاف، ما ينفعش هاف مضارع تام خالص، وتيك ده برضو مضارع بسيط ما تنفعش. هاف بين تيكن ده مبني للمجهول، اقول كده تيل ذا ماني هاف بين تيكن، في الحالة دي كده هتبقى صح. طب تعالوا نطبق كام سؤال على الايه الجزء اللي فات ده كده علشان ما نتوهش من بعض. الجملة الأولى بتقول I didn't see my friend، أنا ما شفتش صاحبي. When I arrived at her house، لما وصلت البيت عندها she spaced out، هي مشت. يبقى أنا ما شفتهاش، يبقى معنى كده أنا وصلت الأول ولا هي مشت الأول؟ أكيد هي مشت الأول، يبقى ده كده على طول في أيوه برافو عليكم الـ past perfect، يبقى هذا التصريف رقم 3. الجملة الثانية after he returned home he realized that his wallet، بعد ما روح البيت هو أدرك إن المحفظة بتاعته مالها؟ أكيد المحفظة اتسرقت. في عندنا هنا دي كلمة that، وعندك هنا ده كده ماضي هو وده ماضي، يبقى الجزء اللي هنا على طول ماضي تام. بس خلي بالك بقى ستول طبعا ده تصريف رقم 2 فغلط، was stealing ده ماضي مستمر غلط. طب هنا had stolen وهنا had been stolen، هنا رقم B ده مبني للمعلوم ورقم D ده مبني للمجهول، المحفظة بتاعته اتسرقت يبقى أكيد مبني للمجهول، يبقى had been stolen. تلاتة in the past في الماضي people space the earth was flat، في الماضي الناس إيه؟ ان الارض كانت يعني مسطحة، ففي الماضي الناس اعتقدت، فكده الكلام بتاعك في الماضي يبقى بشكل مباشر people thought that the earth was flat. الجملة اللي بعد كده رقم 4 at this time yesterday، في الوقت ده من امبارح وينقط for the past، في هنا دي كلمة yesterday وفي at this time في الوقت ده من امبارح، يبقى تحديد وقت معين في الماضي، يبقى معنى كده وده حدث واحد يبقى ماضي مستمر،
وي سبيس فور ذا باص، احنا الاتوبيس يبقى في الوقت ده من امبارح احنا كنا مستنيين الاتوبيس، يبقى وي وير ويتنج فور ذا باص. خمسة، I didn't write to my friend until I spaced his letter. في عندك didn't والانفينيتيف، في هنا كلمة until، يبقى على طول بشكل مباشر هنا had والتصريف رقم ثلاثة until I had received. Number six, after space the match. After في هل في هنا subject؟ ما فيش subject، يبقى على طول had والتصريف رقم ثلاثة winning. سبعة، space seeing the snake she felt scared. ايه رؤية الثعبان؟ هي طبعا شعرت بالخوف اكيد بعد ما شافت الثعبان. طب بعد ما فيش كلمة after يا مستر، اللي بتساوي كلمة after وبنجيب بعدها verb plus ing لو ما فيش subject، يبقى على طول كلمة on، on seeing the snake. طيب القاعدة اللي بعد كده عندنا subject فاعل وعندنا كلمة had، وفي بعد هاد بقى ما بين هاد وما بين التصريف الثالث بنجيب كلمة نو سونر أو كلمة هاردلي أو كلمة سكارسلي. بس كلمة نو سونر بيبقى في معاها كلمة ذان في الجزء الثاني، وهاردلي وسكارسلي بيبقى معاهم كلمة وين. طب معناهم إيه مثلا؟ بمعنى لم يكد ينتهي من فعل الحدث الأول حتى عمل الحدث الثاني، أو بعد ما عمل الحدث الأول عمل الحدث الثاني. المعنى مش هيفرق كتير زي كلمة أفتر كده، بس أهم حاجة شكل القاعدة بحطهم فين في الجملة وبجيب معاهم إيه. يبقى تاني دول كده بحطهم ما بين هاد وما بين التصريف رقم ثلاثة، دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية إن كلمة نو سونر بيبقى معاها كلمة ذان، وكلمة هارد إير وسكيرس بيبقى معاها كلمة وين. وخلي بالك دي ذان مش ذن. طيب سؤال مثلا هيجي كده، هي هاد سبيس بيلت أ هاوس ذان هي مارت. في عندك هنا كلمة ذان، يبقى هارد إير دي ما تنفعش وسكيرس ما تنفعش وأفتر ما ينفعش، يبقى فيها على طول كلمة نو سونر. وهنا طبعا اهي موجوده ما بين هاد وما بين التصريف رقم ثلاثة. طب الحته الثانيه ان انا ينفع ابدا بيهم الجمله بتاعتي، بس في حته بسيطه بقى لما ببدا بيهم الجمله، اللي هي ايه؟ دايما لما ببدا بيهم الجمله بقدم الفعل المساعد على الفاعل، يعني كده كانه زي السؤال بس بنحط نقطه في الاخر مش علامه استفهام عادي. يبقى اقول نو سونر هاردلي سكارسلي، هجيب بعديهم مباشره هاد وبعد كده الفاعل وبعد كده التصريف رقم ثلاثة. وطبعا نو سونر بتاخد ذان، وهارد لوسكيرس الاثنين كده كده بياخدوا كلمه وين، والجزء الثاني زي ما هو فاعل وتصريف رقم اثنين. يعني هيجي لك السؤال بالشكل ده، هاردلي سبيس ذا تروث وين هي تولد مي. هاردلي ادي جت في الاول، ما ينفعش اقول هي، يبقى دي غلط. طيب هاد هي نون، طبعا هي دي الاجابه المظبوطه اهي. ورقم سي هي ما تنفعش. طب هنا هاز، هاز ده مضارع تام وفي هنا ماضي بسيط فما ينفعش خالص، يبقى hardly had he known the truth. القاعدة الثانية عندنا كلمة it was only when وكلمة it wasn't until. وخلي بالك عشان هو على بعضي التعبير على بعضي، it was only when واللي تحتها it wasn't until، بنجيب بعديهم فاعل، بعد الفاعل had تصريف رقم ثلاثة، الجزء الثاني بقى المرة دي بربط باستخدام كلمة that، وبعد كده فاعل وبعد كده تصريف رقم اثنين عادي خالص. طيب معناهم بنفس الطريقة برضو، لم يكد ينتهي أو بمجرد أن أو بعد، يعني المعنى إيه مش هيفرق كتير. It wasn't until he had saved the money. أدي it wasn't until، يبقى على طول الجزء الثاني أنت محتاج كلمة that، يعني كأنه كده إيه بمجرد ما ادخر الفلوس هو على طول إيه اشترى المنزل. طيب تعالوا ناخد أسئلة كده نطبق على الكلام ده، وطبعا ده تطبيق على كل اللي فات بقى. having على طول بتجيب بعد التصريف رقم ثلاثة، يبقى having got. التانية no sooner، طبعا جت في بداية الجملة يبقى انت على طول محتاج بعدها برافو عليك، هاد تصريف رقم ثلاثة بس هيبقى بعد هاد على طول الفاعل no sooner had he. ثلاثة you have to set your goals space starting any work. انت لازم انك تحدد اهدافك تبدأ في أي عمل، يبقى أكيد قبل ما تبدأ في أي عمل يبقى before، طبعا عشان هنا مفيش فعل في verb plus ing. I space realize my mistakes until I had checked. في عندي had والتصريف رقم ثلاثة وفي كلمة until، وفي عندك I أنا الفاعل، يبقى أنا لم أدرك أخطائي، يبقى الجملة مبنية للمعلومة، يبقى I didn't realize. He had hardly، ادي في عندك كلمة hardly موجودة ما بين هاد وما بين التصريف رقم ثلاثة، يبقى الجزء الثاني بيبقى معاها كلمة ايوه when. حنان didn't remember what I spaced here the other day.
didn't remember حنان ما افتكرتش اللي انا كنت قلته لها، يبقى انا قلت الاول وبعد كده هي ما افتكرتش، يبقى ده كده قلت الاول ده ماضي تام، يبقى هي بتوصيف رقم 3. He had no sooner، طبعا ادي no sooner يبقى على طول بقى هناك في الجزء الثاني على طول كلمه than. بعض الملاحظات السريعه كده، وهي ان الباست بيرفكت ده كده الماضي التام ده ينفع ان انا استخدمه في الحاله الثالثه او الثيرد اف كونديشنال، اللي هي تتكون من اف والسبجكت وهاد والتصريف الثالث، الجزء الثاني في عندك سبجكت وود وكود ومايت وهاف والتصريف الثالث. يعني مثال if they had worked hard، في عندنا هنا هاد والتصريف رقم 3، يبقى على طول الجزء الثاني they would have got a promotion، كانوا هيحصلوا على ترقيه. الحاجة التانية بستخدمها في حالة wishing in the past، يعني تمني في الماضي. طيب القاعدة بتاعتنا عندنا كلمة wish وعندنا كلمة if only، معناهم يتمنى يعني، أو يا سلام. وبعد كده subject الفعل، في بعد كده had والتصريف التالت. I wish I had studied harder last year، في عندنا كلمة last year هي، يبقى الكلام كده في الباست، يبقى wish، في عندنا I subject، في had وفي تصريف رقم 3، هي هي if only I had studied لغاية الآخر. طيب الحاجة اللي بعد كده كمان في حالة الـ preferences in the past، يعني أما أقول لك كده أنا كنت أفضل حاجة بس حاجة فين؟ في الـ past. طب القاعدة بتاعتنا عندنا كلمة would rather، وعندنا subject، وعندنا had والتصريف الإيه؟ التالت. القاعدة بتاعتي أو مثال على القاعدة، I would rather you hadn't driven the car yesterday. It was very dangerous. في هنا كلمة yesterday، يبقى الكلام كده في الـ past، يبقى أنا كنت أفضل إنك ما كنتش تسوق السيارة بالامس، ده كان ايه؟ خطر جدا. طب هتقول لي يا مستر طب ما لو في البريزنت في الوقت الحالي، يبقى انا بستخدم تصريف رقم 2، يعني I'd rather you didn't drive the car. طيب الملاحظه الاخيره بقى كده وخلي بالك معايا، احنا قلنا كده لما نستخدم كلمه no sooner و hardly و scarcely بنقدم had على الفاعل. طب في عندنا بعض الاكسبريشنز او التعبيرات والمصطلحات زي كلمه not only، كلمه not since، كلمه only after، only when. التعبيرات دي كده الانفرجن ده كده او التقديم الفعل المساعد او الفعل الناقص بيبقى على الجزء الثاني. يعني ايه؟ بص على المثال الاول كده، only when we had all arrived، في عندنا had والتصريف رقم 3، يبقى الجزء الثاني هيبقى ماضي بسيط تصريف رقم 2. طيب وهنا التصريف رقم 2 المفروض ان احنا كنا نقول I felt calm، بس لا، ما دام في only when يبقى الجزء الثاني ده كده بستخدم فعل مساعد او فعل ناقص وبعد كده الفعل وبعد كده الايه؟ الفعل الاساسي بتاعك. طبعا ده في الباست، فانت بتستخدم كده كده كلمه did والفاعل، وما دام في did يبقى انا هستخدم الانفينيتيف. مثال تاني، only after I had seen her flat did I understand why she wanted to live there. في عندك هنا ادي هاد والتصريف الثالث، الجزء الثاني الطبيعي ان هو يبقى past simple تصريف رقم 2، فبنفس الطريقه ادي did I understand. طيب نخلي بالنا من الملاحظة اللي جاية، وهي ان كل الروابط بقى اللي فاتت، يعني after و before و as soon as when و the moment و till و until، كل الكلام ده لما اتكلم في الفيوتشر في المستقبل، لما اتكلم فين؟ ايوه في المستقبل، اجيب بعدهم subject فاعل، بعد الفاعل اجيب present simple مضارع بسيط يعني تصريف رقم 1، والفعل بتاعك هيكون اخره s لو الفعل هي و she وات، او present perfect مضارع تام، والجزء الثاني دايما بقى subject و will plus infinitive أو am is are going to plus infinitive. طيب مثلا كده مثال نقول after he finishes أو has finished the story he will publish it. هنا في عندك ادي كلمة will plus infinitive، يبقى الجزء اللي هنا في has finished مضارع تام أو finishes، فعل هنا آخره s أهو علشان الفعل بتاعنا كلمة he. مثال ثاني، we won't start the meeting until you arrive. هنا want ده النافي بتاع كلمة will، ادي want plus infinitive، الجزء الثاني في عندنا arrive ده كده اللي هو تصريف رقم 1. يبقى خلي بالك علشان برضه دايما بتجي في الأسئلة والناس بت ايه على طول، أول ما بتشوف مثلا after يقول لك على طول هاد التصريف الثالث على طول بدون حتى ما يبص على الجزء الثاني. طيب الملاحظة اللي بعد كده، وهي إن كلمة after that بتساوي كلمة before عشان المعنى بتاعها. يعني I had graduated from the university، أنا تخرجت من الجامعة. After that بعد ذلك I joined the army، أنا التحقت بالجيش. يبقى إيه اللي حصل الأول؟ إنه اتخرج الأول، بعد كده اللي هو التحق بالجيش. يبقى كلمة after that بتساوي كلمة before، يعني نحذف بقى كلمة after that وحط مكانها before، يعني before I joined the army I had graduated from the university، قبل ما التحق بالجيش أنا تخرجت من الجامعة. وبنفس الطريقة before that بتساوي كلمة after،
يعني I married last year، أنا تزوجت السنة اللي فاتت. Before that، قبل كده يعني قبل ما تزوج، I had built a house، أنا كنت بنيت إيه منزل. الملاحظة اللي بعد كده برضو مهمة، وهي إن إحنا ينفع نستخدم كلمة already وكلمة just وكلمة since وكلمة for، كلمات بتاع present perfect عادي اللي هو المضارع التام، مع ال past perfect الماضي التام، بس بشرط. إيه بقى الشرط؟ إن دايما دايما الأحداث بتاعتك كلها هتبقى فين؟ في الماضي. يعني they had already had a shower before they went out. هنا عندنا كلمة before أهي، في هنا كلمة went، went ده كده past simple، وهنا كلمة before، يبقى الجزء الثاني had والتصريف رقم 3، يبقى هم بالفعل أخدوا shower قبل ما يخرجوا. طيب yesterday I met my old friend I hadn't seen him since 2010. هتقول لي يا مستر ده هنا since، احنا بنقول I haven't seen him، اقول لك صح، I haven't seen him since 2010 لو انا مش عندي الجزء الاولاني ده. بس في عندك كلمة yesterday امبارح، I met my old friend، انا قابلت يعني صديق واحد من اصدقائي القدامى، انا ما كنتش شفته منذ 2010. يبقى الجزء الاول ده هنا كده في الماضي، يبقى معنى كده على طول الجزء الثاني هيبقى اللي اقدم منه. انا عندي هنا امبارح انا قابلته، انا ما شفتوش من قبل او من ساعة سنة 2010، يبقى من قبل امبارح الكلام ده اللي حصل الاول، انا ما شفتوش من فتره طويله، وبعد كده انا قابلته امبارح، يبقى ترتيب احداث في الماضي. الملاحظه اللي بعد كده برضو مهمه، وهي ان احنا ينفع نستخدم الباست سمبل الماضي البسيط بدلا من الباست بيرفكت الماضي التام. يعني هنا الجمله دي مثلا اجي لك في الامتحان بالشكل ده كده، as soon as I finished painting my flat I space to it. تقول لي يا مستر اصلا ده احنا بنقول as soon as I had finished، اقول لك صح، دي صح ودي صح، ما فيش مشاكل. طب الجزء الثاني بقى ما تروحش تختار هاد وتصريف الثالث، ليه؟ عشان as soon as بيبقى بعدها ماضي تام او ماضي بسيط، بس اهم حاجه الجزء الثاني لازم يبقى تصريف رقم 2 اللي هو moved. وانت طبعا ما دام فهمت القاعده خلاص هتريح دماغك. اللي حصل الاول ايه؟ ان هو خلص دهان الشقه بتاعته، بعد كده هو انتقل اليها، يبقى خلص الاول وبعد كده انتقل، يبقى انتقل ده كده كده الحدث رقم 2. Okay, the first form that we have today is the present simple tense. أو شكل معانا من أشكال المستقبل هو المضارع البسيط. ولو أنا سألتك يعني the form of the present simple tense يعني بيتكون من إيه؟ فهتقول لي يا مستر الكلام ده بتاع رابع ابتدائي يعني. فطبعاً هتقول مع I, you, we, they، بيبقى عندنا infinitive، write، wash، cry. ولكن لو أنا عندي he وshe وit أو أي اسم singular مفرد، يبقى الـ verb بتاعك تحطه في آخره s أو es أو ies وهكذا. طيب لو انا سالتك تاني يعني why do we use the present simple tense، طب احنا ليه بنستخدمه؟ تقول لي برضه يا مستر ده علشان نتكلم عن الفاكتس والهابتس. وانا هنا بقى مثلا اسال حضرتك ايه علاقه البريزنت سمبل بتاع الفاكتس والهابتس بالمستقبل؟ ارد عليك واقول لك والله احنا بنستخدمه علشان نتكلم عن التايم تيبلز اللي هي جداول المواعيد، وبالتالي اي حاجه بقى تتعلق بالبلينز الطائرات، ترينز القطارات، باصز الاتوبيسات، سكولز المدارس بتبدا في كذا بتنتهي في كذا، الفيلمز الافلام، الكونسرتس الحفلات الموسيقيه، الفوتبول ماتشز المباريات، كل الحاجات اللي بتخضع للتايم تيبل جدول المواعيد في الحاله ديت كده بستخدم معاها البريزنت سمبل تنس. طيب يعني برضو يا مستر مثلا لو في الامتحان السؤال هيجي لي عليه ازاي؟ هيقول لك السؤال هيجي لك بالشكل ده. According to the timetable, the plane space off at 5 tomorrow. طبقا لجدول المواعيد الطياره بكره الساعه 5. فيلا كده محتاج حد يقول لي بقى الاجابه. ايوه برافو عليك، ممتاز. الاجابه طبعا هتبقى رقم بي تيكس. علشان ايوه علشان ان البلين ده كده مفرد، فالمفروض الفيرب بتاعك يبقى اخره اس. تمام. طيب another question، سؤال تاني، schools space in September، المدارس ايه في شهر سبتمبر؟ يلا ايوه برافو عليك ممتاز. start، طب ليه start؟ علشان نوصل ان السكولز ده جمع وبالتالي they، ومع they بيبقى عندك الانفينيتيف يبقى start. طيب دايما الحاجة التانية اللي هي برضو تبع ال present simple tense، وخلي بالنا منها علشان يعني في too many students طلبة كتير جدا يعني ايه بيغلطوا فيها. بتقول ايه؟ بيقول كده انا عندي when و after و before و as soon as و the moment و till و until، كل الكونكتورز دي كده او ادوات الربط، لما اجي اتكلم في الفيوتشر المستقبل بجيب بعدهم subject الفاعل، وبعد كده استخدم present simple اللي هو اللي معانا، او present perfect واللي هو بيتكون من ايه؟
ايوه برافو عليك شطار. لو هاز وهاف بلس بي بي الجزء الثاني يبقى في عندك سبجكت، وبعد كده ينفع استخدم كلمه ويل بلس انفينيتيف او بي جوينج تو، يعني ام از ار جوينج تو. طيب ازاي مستر الكلام ده؟ ممكن تدينا مثال؟ اديك مثال، اقول لك مثلا افتر هودا سبيس هير هوم ورك شي ويل سليب. طلبه كتير اول ما بتشوفوا كلمه افتر على طول بيقول لك ده افتر، على طول بتجيب بعدها هاد بلس بي بي، فنقول لا هنا بص على طول على الايه الجزء الثاني، في عندك هنا كلمه ويل بلس انفينيتيف، يبقى معنى كده ان انا بعمل ايوه في الفيوتشر، يبقى الجزء الاول هنا يبقى في عندك يا اما بريزنت سمبل يا اما بريزنت بيرفكت، هو ده سنجلر مفرد يبقى الفيرب بتاعك اخره اس يبقى فينيشز. طيب يا مستر هنا ويل او بي جوينج تو، طب امتى اختار دي وامتى اختار دي؟ القاعده العامه ان احنا دايما بنستخدم كلمه ويل بلس انفينيتيف. طيب اختار بي جوينج تو لو في كلمه مثلا زي كلمه بلان، كلمه زي كلمه انتنت، كلمه زي كلمه ديسايد، وهتقابلنا دلوقتي. السكند فورم الشكل الثاني اللي هو بي جوينج تو بلس انفينيتيف، ولو جينا يعني صرفناه كده فطبعا بي ده في البريزنت، يبقى انا عندي ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف، طبعا ام بتاخد اي از هي شي وات، وار وي ويو وذي، وما تنساش علشان لازم يبقى في 2 بلس انفينيتيف عشان في طلبه كتير ايه بتقع فيها. طيب ليه يا مستر بنستخدم ده كده؟ علشان كذا حاجه. نمبر 1 عشان نقول كده expectations in the future with evidence، يعني هتكلم عن توقعات احتمالات ان في something to happen in the future، but the most important thing is that I should have evidence، لازم يبقى في عندك evidence بمعنى دليل. وخلي بالك بقى علشان الايفيدنس الدليل ده كده بيبقى حاجه متغيره، يعني مش حاجه دايمه على طول. زي ما هنشوف المثال the sky is cloudy، السماء فيها سحب، يبقى it's going to rain. هنا مش دايما مش على طول الوقت في clouds في سحب، وبالتالي ده كده دليل كده متقطع، النهارده في clouds سحب، بكره ما يبقاش فيه، ممكن الصبح يبقى فيه، بالليل ما يبقاش فيه، وهكذا. يبقى معنى كده ده ايفيدنس ان في حاجه احتمال انها تحصل، ومش بالضرورة القطعية ان الكلام ده كده اكيد ان هو هيحصل. طيب سؤال هيجي لنا مثلا في الامتحان ازاي؟ هيجي لك سؤال بالشكل ده My sister is pregnant، اختي حامل، she space a baby، هي ايه طفل، يبقى كده ان هي هترزق بطفل. عندك كلمة pregnant ده كده حامل، يبقى معنى كده ده اشارة او دليل الى ان هي ان شاء الله ربنا هيكرمها او هيرزقها بايه بطفل، يبقى she هتاخد as وبعد كده going to plus infinitive. وهنا الحته اللي احنا اكدنا عليها ان الايفيدنس ده كده هنا مش دائم، يعني الاخت مش على طول الوقت بتبقى بريجننت. طيب نمبر 2 وي يوز بي جيفنج تو تو اكسبريس انتنشنز بلانز اند ديسيجنز، لما اتكلم عن النوايا والخطط والقرارات. فور اكزامبل على سبيل المثال اي هاف بلاند ذات اي سبيس ماي فلات نيكست ويك، هنا عندك دي كلمه ايه؟ ايوه برافو عليك بلان، يبقى لسه قايلين دلوقتي كلمة intent أو intention، plan أو a plan، decide أو a decision، كلهم على طول كده يبقى لازم في معاهم am is are going to plus infinitive، يبقى I'm going to decorate، أنا سوف إيه أزين الشقة إيه بتاعتي. طيب أنا عايزك بقى كده تكتب لي مثال في الكومنتس، على واحد على expectations في future وعندي evidence، ومثال على ان حاجه هتحصل في المستقبل بس في انتنشن نيه او بلان او ديسيجن. يلا كده وقف الفيديو دقيقه واكتب مثال على ده ومثال على ده. طيب نمبر 3 بنستخدم البي جوينج تو وذ سيرتن اكسبريشنز لايك، مع بعض التعبيرات زي كده اقول لك بي كيرفول، احترس بس خلي بالك، علشان دايما في بعديهم كده اكسكليميشن مارك علامه ايه تعجب، واتش اوت احترس، تيك كير احترس، اي حاجه كده بمعنى ايه احترس، بس دايما في بعدها كده ايه اكسكليميشن مارك علشان هيقابلنا عليها حاجه ثانيه كده بشكل ايه بشكل مختلف دلوقتي. يعني مستر في الاكزام الكويشن هيجي بشكل ده كده واتش اوت ا كار سبيس يو، احترس سياره ايه، يبقى على طول في واتش اوت في بعدها شكل ده كده يبقى از جوينج تو بلس انفينيتيف. ممتاز. طيب نوتس، خلي بالك بقى من ايه، من حاجتين كده. رقم واحد لما يقول لي هي انتنس سبيس هيز انكل تومور، احنا لسه قايلين دلوقتي كده شباب ويا بنات ان كلمه انتند دي كده اول ما اشوفها يبقى انا بختار معاها ايه؟ ايوه برافو عليكم اكسلنت، ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف. ممتاز. طب هنا مستر يبقى انا هختار از جوينج تو، اقول لك لا
ليه بقى مستر كده؟ ما احنا لسه قايلين intend am is are going to. الكلام ده صح لو في عندي subject فاعل. طب هنا هل في subject؟ لا ما فيش subject. يبقى كلمة intend بقى من الحاجات، يا ترى هجيب بعدها to plus infinitive ولا verb plus ing ولا to verb plus ing؟ يقول لا، كلمة intend وكلمة plan وكلمة decide بجيب بعدهم to plus infinitive بشكل مباشر. يبقى he intends to visit his uncle tomorrow. طيب الجملة التانية بقى اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، لما اقول لك be careful or احترس والا ايه بقى؟ you will have an accident ولا are going to have an accident ولا are having an accident ولا have an accident؟ هنختار هنا will have an accident. طب ليه يا مستر كده؟ ايوه علشان ده كده ايه؟ بنعمل عملية warning بمعنى تحذير، وهيتقابلنا ان شاء الله في الحاجات بتاع كلمة will. طيب احنا كده لغايه دلوقتي خدنا ال present simple وخدنا كمان am is are going to plus infinitive. طيب نقف الفيديو كده وراجع معايا بقى كده بسرعه ال present simple بستخدمه في الفيوتشر علشان اقول ايوه ممتاز. طب رقم 2 am is are going to plus infinitive بستخدمه في الفيوتشر علشان اقول ايوه برافو عليكم ممتازين جدا جدا. Okay, the third form that we have today is the present continuous tense. الشكل الثالث اللي معانا هو ال present continuous أو المضارع المستمر. وطبعا if I ask you لو أنا سألتك الفورم بتاعه تقول إيه مثلا برضه سهل خالص ده am is are verb plus ing am تاخد I is بتاخد he وشي وات و are بتاخد they و we و you. طيب طبعا السؤال بقى تقول لي مستر ده أصلا present continuous ده بنستخدمه علشان to express an action that's happening now أو at the moment، حدث بيحصل دلوقتي أو أثناء الكلام وهكذا. طب إيه اللي جاب ده بقى في الفيوتشر؟ أقول لك والله إحنا بنستخدمه علشان نقول كده إيه؟ إن الأكشنز بتاعتك should be لابد إنها تبقى arranged مترتبة أو prepared مترتبة وفي النير فيوتشر يعني في المستقبل القريب. ودايماً بيبقى في عندنا بعض الكيورد زي كلمة arrange اللي هي معناها يرتب، كلمة prepare يجهز، واحد مسافر فمعاه التيكتس بتاعته، واحد مسافر فبرضه مجهز his luggage أو baggage الشنط بتاعته. طيب يعني for example everything is arranged I speak مها tonight at 9. كل حاجة مترتبة، أنا إيه مها النهاردة الساعة 9. يبقى I'm meeting على طول عشان في كلمة arranged. طبعا أنا عارف السؤال اللي بيدور في بالك دلوقتي هو مستر طب إيه الفرق لما أقول I'm going to meet مها tonight at 9 و I'm meeting مها tonight at 9؟ هقول لك التاني، لما اقول I'm going to meet مها معنى كده ان انا يعني نويت او يعني خططت كده او قررت ان انا ايه اتصل على مها اشوف اذا كانت هي فاضيه النهارده بالليل الساعه 9 ولا لا علشان اقابلها. يبقى انا كده مش هعمل حاجه كده ايه غير ان انا هشوف لو ينفع ان انا اقابلها او لا. طيب يبقى انا كده في الحاله كده I'm going to meet. طب انا مسكت تليفوني، هي مها ازيك اخبارك ايه انت تمام؟ طب ايه رايك ان احنا نتقابل النهارده بالليل؟ ممتاز لا ما عنديش حاجه خالص. طب يعني وين امتى؟ طب الساعة 9 يبقى بيرفكت ممتاز. يبقى خلاص كده احنا الاثنين ايه رتبنا ان احنا نتقابل الساعة 9. يبقى في الحالة كده I am meeting Maha tonight at 9. طيب نمبر 2 بنستخدم present continuous part with certain verbs مع افعال معينة زي كلمة go come. مش دايما بنقول I'm going to go ولا I'm going to come، لا على طول I'm going I'm coming I'm traveling. او كمان الاكشنز الاحداث اللي ايه لابد انها بتحتاج الى arrangements ترتيبات. يعني for example we are going out traveling to Aswan tomorrow، اكيد مش هينفع اسافر لاسوان بكره بدون ما ابقى مرتب كل حاجه معايا. طيب اللي بعد كده اللي هو future simple او الايه simple future، وده بيتكون من will or shall plus infinitive. وشال بقى يعني بنستخدمها علشان نتكلم عن suggestions الاقتراحات او offering help عرض الايه المساعدة. يعني ممكن تدينا مثال يا مستر؟ حاضر اديك مثال. اقول لك مثلا shall we go to the cinema tonight؟ ايه رأيك النهارده ان احنا نروح السينما؟ ده كده suggestions اقتراح. طيب او يعني انت شفت واحد كده ماسك شنط كتيرة وتقيلة فانت يعني ايه بتعرض عليه المساعدة shall I help you with your bags؟ وينفع في الحالة دي برضه نستخدم كلمة ايه ويل مفيش مشاكل، يعني اللي دي صح ودي صح. طب بالنسبة لاستخدامات كلمة ويل بقى وايه وركز بقى كده معايا عشان هم كتير ومش عايزك ايه تتهمني. أول حاجة بنستخدمها to express future facts عشان أتكلم عن حقائق بس في الفيوتشر في المستقبل. Example I will be 20 next week، الأسبوع اللي جاي إن شاء الله أنا هكمل 20 سنة. Number 2
expectations without evidence. without ايه؟ ايوه evidence على طول كده انت اللي بيجي في بالك. طب لو في evidence ممتاز، كنا بنستخدم am is are going to plus infinitive. برافو عليك. طيب يبقى عندي مثلا بعض الكيوردز زي كلمه think expect predict، يعني يتوقع يتنبأ suppose يفترض probably احتمال possibly احتمال it's a probable that احتمال it's a possible that اي حاجه فيها expectations. اهم حاجه شباب وبنات مفيش عندك evidence، مفيش دليل، يبقى انا كده will plus infinitive. for example I think it will rain tomorrow، اتوقع انها تمطر بكره. طب لو قال لك بقى it's cloudy، لا يبقى كده it's going to rain. مثال تاني scientists expect that العلماء بيتوقعوا they will find a cure، ان هم هيجدوا علاج in the next few weeks، في الاسابيع الايه القادمه. مفيش عندك اي evidence على الاطلاق. طيب اللي بعد كده نمبر 3 for offering help and requests، لعرض المساعده او طلب مساعده. يعني for example dad since you are tired today I will wash the car for you، يعني شايف والدك تعبان فايه بتقول له خلاص يعني بابا ما دام انت تعبان فانا ايه هغسل عندك السياره. يبقى since you are tired today I will wash the car for you. example تاني will you make me a cup of tea هدى، يعني والدتك مشغوله شويه فممكن تقول لك يا هدى يعني ممكن تعمل لي فنجان شاي، فطبعا كده يعني ده ريكوست. ممكن كمان في حاله البروميسز الوعود او ثريتس اللي هي التهديدات، يعني في اكزامبل I promise I will buy you a car if you get the full mark in the exam، انا بوعدك هجيب لك سياره واشتري لك سياره لو جبت الدرجه النهائيه في الامتحانات. طبعا شد حيلك بقى يعني ده انت يبقى عندك سياره ايا كانت السياره في 28 ايا كان، ما اتفقناش على هي نوعها ايه ولا ماركتها ايه. example تاني don't make this mistake، اوعى ترتكب هذا الخطا or والا I will punish you، انا هعاقبك، يبقى ده كده تهديد. طيب في number 5 ال quick decisions اللي هي القرارات السريعه، وايوه خلي بالك بقى ارجع بقى شويه كده، لو كان قرار من قبل كده يبقى am is are going to plus infinitive. ممتاز. يعني for example I have just decided، دي كلمة ايه just اللي معناها توا او حالا، يبقى معنى كده ان ده ايه قرار سريع. I will make I want to make this deal with you، انا مش هعمل الصفقة دي معك. يعني مثلا برضو بتعمل شاي كده وايه ولقيت المية يعني غلت خالص فانت اكيد هتطفي البوتاجاز، جعان فاكيد هتاكل، التليفون بيرن اكيد هترد، الجرس الباب بيرن هتقوم تفتح الباب، كل دي كده quick ايه decisions. مثال تاني this jacket is a bargain، الجاكيت ده يعني صفقة I will buy it، ده أنا إيه هشتريه على الفور. number 6 ال personal qualities، الصفات الشخصية والسمات الشخصية اللي هي مالها يعني will not change، مش هتتغير، حاجات مالها ثابتة. يعني أحمد is clever at mathematics، أحمد ممتاز في الرياضيات. I think أعتقد he will be an engineer، إنه هيبقى مهندس. مش يا مستر ما هو كليفر ده شاطر في الرياضه، يبقى معنى كده ده دليل على انه هيبقى مهندس. ما انا اقول لك بقى هو شاطر في الرياضه، معنى كده ان دي ايه؟ ان دي صفه موجوده فيه مش هتتغير. انما بتاع الايفيدنس بقى بتاع الدليل قلنا دي مالها حاجه مالها متغيره. انما هنا هو شاطر يبقى شاطر بشكل دائم، يبقى في الحاله ده كده دي بيرسونال كواليتي، يبقى اي ثينك هي ويل بي ان انجينير. طيب نمبر 7 الفيرست اف كونديشنال، حاله اف الاولى وطبعا شكلها عندك اف والسبجكت وبريزنت سمبل او بريزنت تنس بجمع، عادي ينفع استخدم بريزنت كونتينوس وبريزنت بيرفكت مفيش مشاكل. اما حاجه الجزء الثاني بقى في عندنا ويل بلس انفينيتيف، يعني فور اكزامبل اف هي ارايفز ايرلي اي ويل بي ايبل تو سي هيم، عندك اي يبقى الفيرب بتاعك اخره اس، الجزء الثاني فيه ويل بلس انفينيتيف. طيب يلا بقى كده حان وقت الايه التمرين والممارسه. انا عايزك تمسك قلمك بقى كده وايه قبل ما انا ما اقول الاجابه كن انت ايه كتب الاجابه بتاعتك وايه تعمل تشيك معايا. الجمله الاولى Our school is being spotted in the competition next week it's arranged. ايوه ممتاز، في عندك كلمه arranged. ايوه كده يا مستر، يبقى انا على طول كده اختار ان اس ار فيرب بلس ان جي از تيكينج. تمام. نمبر 2 Today is 27 June. Tomorrow, space 28. النهارده 27، بكره 28. دي ده اكيد ده مستقبل وبالها ودي حقيقه في الفيوتشر، يبقى معنى كده will be the future fact. تمام. طيب نمبر 3 I don't know how to use this camera. It's quite easy. I speak you. يعني ايه؟
احمد مثلا يقول والله مش عارف استخدم الكاميرا دي، فدي باسل قال دي سهله جدا انا هوريك، يبقى معنى كده ان ده كده ايه، ايوه بروف عليك، ده كده بيعرض عليه مساعده، يبقى اي ويل شو يو، انا هوريك بتشتغل ازاي. طيب نمبر 4، I expect that the students pass the exam. مثلا انا اكيد مش هكمل عشان في عندي كلمه expect ومفيش عندي evidence دليل، يبقى انا كده اختار كلمه will، اقول لك برافو عليك. نمبر 5، the train pass Aswan at 8 AM. It's on the timetable. ايوه الترين ده كده وفي كلمه timetable جدول مواعيد، يبقى مثلا برضو دي كده present simple، يبقى leaves والترين ده مفرد، يبقى الفيرب بتاعي اخره s. برافو عليك. انتوا كده بقى يعني تعالوا اشتغلوا مكاننا بقى. نمبر 6، I have made up my mind to buy a mobile. I space a mobile. انا يعني make up بقى your mind دي بتساوي كلمة، ايوه برافو عليك، excellent wonderful. decide يقرر، و decide تاخد and is are going to plus infinitive، يبقى I'm going to buy a mobile. ممتاز. نمبر 7، watch out you space the cup. احترس، وفي بعدها كده اكسكليميشن مارك، يبقى ايوه ار جوينج تو بريك ذا كاب. برافو عليك. طيب نمبر 8، اي سبيس ليف انتل اي هاف تيكن ماي موني. اي ويل ليف، اي ليف، اي وونت ليف، ام ليفينج. بص هنا عندك هنا انتل وعندك هاف وتصريف رقم 3، يبقى معنى كده ايه، ده انا مش همشي الا لما اخد الفلوس بتاعتي، يبقى معنى كده الجمله يعني نيجاتيف ولا افيرماتيف؟ لا نيجاتيف، منفيه، وانا مش همشي، يبقى الكلام ده كده ادي في هنا بريزنت بيرفكت، يبقى الجزء الثاني ايوه ويل والانفينيتيف والنيجاتيف نفي، يبقى اي وونت ليف. نمبر 9، بوت يور كوت اون اذروايز يو سبيس كولد. البس الكوت بتاعك، المعطف بتاعك، والا ايوه يبقى معنى كده ده تهديد، يعني يبقى كده تبقى في مشكله، يبقى يو ويل جيت. ده كلمة اور دي كلمة otherwise زيها زي كلمة اور على طول، ده كده في حالة الفريتس التهديدات، ودايما بستخدم مع will plus infinitive. طيب الزمن اللي بعد كده اللي هو future continuous، اللي هو الايه، المستقبل المستمر. ومن معناه بقى كده انا عايزك تقول لي مستقبل مستمر، مستقبل ماشي well. طب كنت مستمر مثلا يعني ايه، يبقى في عندي كلمة be وبعد كلمة be هيبقى في verb plus ing. طيب مستر يعني بستخدمه ليه بقى الفيوتشر كونتينوس ده بقى كده، ركز بقى معايا، عشان في الفيوتشر كونتينوس وفي واحد تاني اللي هو الفيوتشر بيرفكت. انا عايزك تقول لي كده فيوتشر فيوتشر، طب وكونتينوس يعني مستمر، يبقى معنى كده هيبقى مستمر، it will be in progress during specific time in the future، يبقى حدث هيبقى شغال في وقت معين في المستقبل، يعني from 5 to 7 between 1 and 3 all day this time next week. اتن اي حاجه بتدل على ان الاكشن بتاعك هيبقى شغال في وقت معين في المستقبل، يبقى في الحاله ده كده مستقبل مستمر، واللي فيه كلمه تومورو يبقى اي ويل بي واتشينج تي في. طيب رقم 2، تو اكسبريس ا روتين ان ذا فيوتشر. بعبر عن حاجه دايما بتحصل في المستقبل، روتين يعني حاجه طبيعي انها بتحصل. دونت كول احمد، ما تتصلش على احمد، اي ويل بي ميتنج هيم تومورو، انا كده كده الطبيعي ان انا بقابله بكره فانا هبلغه. طيب دونت فون مي ات 8 از اي سبيس تو ذا ايربورت. اوعى تتصل عليا الساعه 8 علشان انا ايه الى المطار، يبقى معنى كده ايه، انا الساعه 8 ده هكون ايه، هكون في طريقي الى المطار، يبقى هكون سايق الى المطار، ايوه يبقى اي ويل بي درايفنج تو ذا ايربورت. Okay, the last form that we have today is the future perfect. آخر حاجة معانا هو الـ future perfect أو المستقبل الإيه التام. ومن معناه كده بقى إيه، مستقبل مستقبل. طب هو perfect تام مستر، يبقى معنى كده الـ action بتاعك will have finished، هيكون انتهى قبل وقت معين أو قبل حدث معين في المستقبل. طب بيتكون من إيه؟ يعني الـ form will have plus PP، will و have والتصريف رقم كام؟ 3. وهنا هنا ينفع أسألك سؤال، بقول لك ينفع أقول لك will have or has plus pp؟ تقول لي لا طبعا يا مستر. ليه؟ عشان ويل بجيب بعدها الانفينيتيف، فالانفينيتيف من have وhas وhad اللي هي كلمه ايه؟ كلمه have. طيب بيبقى في عندنا ادي كده to express actions that will have finished before a specific time in the future. حدث هيكون تم وانتهى قبل وقت معين في المستقبل. بقى في عندك بعض الكيوردز، كلمات زي كلمه buy ووقت في المستقبل. كلمه in بيبقى في بعدها an hour, 2 hours, 3 hours, a month, 2 months, 3 months،
two years، وخلي بالك من الابوسترافي اس، في بعد كده في بعدهم كلمه تايم، او يبقى في عندك كلمه باي ذا تايم. يعني فور اكزامبل باي 2030 اي ويل هاف بوت ا نيو كار، ولو قلت لك ان 2030، لما اقول باي 2030 معناها قبل السنه دي ما تيجي انا هكون خلاص اشتريت السياره، يبقى السياره هتبقى معايا. طب لما اقول لك ان 20 في سنه 2030، يبقى الاحداث اللي هيحصل في السنه دي كده. ان 3 years time يعني في خلال 3 سنوات ماي معلش عفوا دي كده ماي براذر اخي ويل هاف graduated فروم ذا فاكولتي اوف medicine، اخي هيكون اتخرج من الكليه خلاص، يبقى هيكون اتخرج بالفعل. طيب سؤال في مصر في الامتحان، السؤال هيجي على الجزء ده ازاي؟ اقول لك كالتالي. نمبر 1 I space my homework by 6 o'clock، في عندك كلمة by 6 o'clock يبقى قبل الساعة ما تيجي 6 يبقى I will have finished، خلاص هكون خلصت الواجب بتاعي. طب الجملة الثانية by the time I leave my house I space 5 cups of tea، قبل ما أغادر المنزل أنا إيه 5 كوبايات من الشاي، أكيد أنا هكون شربت، يعني شربت 5 كوبايات يبقى I will have drunk. طب ينفع مستر هنا مع حضرتك قلت في الأول إن by the time و before و after بجيب present simple، والجزء اللي هناك بجيب will will infinitive يعني will drink، أقول لك صح بس المعنى هيبقى مختلف. لما أقول by the time I leave my house I will drink، قبل ما أغادر المنزل أنا هشرب 5 كوبايات، يبقى أنا لسه الحدث لسه هيحصل، يبقى أنا لسه هشرب 5. طب by the time I قبل ما أغادر المنزل I will have drunk، أنا بالفعل هكون شربت إيه 5. فطبعا الجملة الأولانية المعنى يعني بتاعها مش إيه كده، أنا مش هقعد أشربهم كده ورا بعض يعني، ف will have drunk أدق شوية في المعنى. طيب بعض الجنرال اكسرسايز ده على كل اللي فات كده. نمبر 1 I think we space widely credit cards instead of cash in the future، في كلمة think أعتقد وما فيش دليل يبقى will plus infinitive، تمام. نمبر 2 when احمد arrives home he speaks a shower this is his plan، في عندك كلمه plan خطه، يبقى معنى كده am is are going to plus infinitive وانت مغمض على طول. 3 next month they space for 10 years، الشهر اللي جاي هم ايه بقى لهم 10 سنين، they will marry هم هيتجوزوا لمده 10 سنين ولا هيكونوا خلاص متجوزين؟ هيكونوا خلاص متجوزين، يبقى معنى كده هيبقى مستقبل ايه تام، يبقى they will have been married. الشهر اللي جاي كده هم هيكونوا متجوزين بقى لهم 10 سنين. نمبر 4 I space a party next week everything is prepared، في كلمه prepare ايوه برافو عليكم excellent، يبقى I'm giving عشان كلمه prepare. This time next week I space on the beach، في الوقت ده من الاسبوع اللي جاي انا ايه على الشاطئ، يبقى انا هكون ايوه this time في الوقت ده من الاسبوع اللي جاي، يبقى الحدث هيبقى شغال، يبقى I will be playing on the beach، انا هكون بلعب على الشاطئ، يبقى الحدث بتاعك هيبقى مستمر. طيب ان شاء الله النهارده هنتكلم على كلمه use to وكمان كلمه would ونعرف الفرق ما بين الاثنين. طيب خلينا نقول اولا الاثنين كده معناهم اعتاد ان، وطبعا لما اقول لك اعتاد ان فانا اكيد بتكلم عن عاده كانت تحدث في الماضي ولا تحدث الان. طيب خلينا نمسك واحده واحده، اولا كلمه use to اول حاجه بجيب بعديها الانفينيتيف، وطبعا احنا عارفين الانفينيتيف ده كده اللي هو الفعل في المصدر، يعني ايه فعل في مصدر يا مستر؟ يعني تصريف رقم واحد بدون اي اضافه. طيب مثال لما اقول كده عمرو used to get up early، الجمله دي معناها عمرو اعتاد ان هو يستيقظ مبكرا، يعني كان في الماضي بيستيقظ مبكرا ولكن دلوقتي مش بيفعل، يعني but now he doesn't، يعني ايه but now he doesn't؟ يعني هو الان لا يستيقظ مبكرا. الجمله دي بتساوي عمرو no longer، خلي بالنا كده من كلمه no longer دي، no longer دي معناها لم يعد، ودائما بستخدمها في البريزنت المضارع، يعني اقول كده عمرو no longer gets up early، تاني كده يبقى كلمه no longer دي كده معناها لم يعد ودائما بستخدمها في البريزنت اللي هو المضارع، يعني عمرو مفرد يا مصر يبقى معنى كده الفعل بتاعنا في البريزنت لازم ينتهي ب s. الكلام ده بيساوي عمرو doesn't
get up early any longer أو any more. يعني عمرو لم يعد يستيقظ مبكرا، يبقى any longer أو any more. طبعا عشان احنا عارفين ان كلمة any دايما بتستخدم في النفي، يبقى في الحالة ديت كده ادي في كلمة doesn't. اما كلمة no نفسها بتدل على النفي، يبقى مش محتاج نفي تاني. طيب يبقى كلمة used to معناها اعتاد، يبقى انا كده بتكلم عن عادة كانت بتحصل في الماضي ومش بتحصل دلوقتي. طيب هنقول بس مثال تاني، اقول كده سهى used to be thin. الجملة دي كده معناها سهى اعتادت ان هي تكون رفيعة. طيب but now she، نقط واللي اختار but now she doesn't، but now she isn't، but now she didn't، but now she wasn't. اولا في كلمة now يا مستر، يبقى معنى كده مش هينفع اقول didn't ولا ينفع اقول كلمة wasn't، يبقى احنا عندنا اما doesn't يا اما isn't. طيب اوعى تختار doesn't يا مستر، ليه؟ ما هي فوق اهي كده but now he doesn't، هنا هنقول but now he isn't. ليه؟ ايه الفرق؟ الفرق ان احنا عندنا هنا كلمة be used to be، وطبعا احنا عارفين كلمة be معناها يكون. لما اجي اصرفها في present اللي هو المضارع، يبقى طبعا دايما بنقول am او is او are. وطبعا احنا عارفين بقى ان is بتاخد he وshe وit او الاسماء المفرد، يبقى سهى هتاخد is، يبقى سهى isn't thin. انما هنا فوق ده كان كلمة get، طبعا لما احب انفيه نقول بقى don't او doesn't get. يبقى خلي بالنا قوي من الحته دي كده، دايما لما في verb to be يبقى في الحاله ديت كده احب اجيب النيجاتيف بتاعه في البريزنت، يبقى انت عندك am او is او are، وروح حاطط فيهم كلمه not. طب في الحاله ديت كده مستر، كلمه used to بستخدمها عشان اتكلم عن ايه بقى؟ هنا الجمله دي ما تعتبرش عاده، مش هقول لك هي كانت متعوده ان هي تكون رفيعه، لا في الحاله ديت كده بنستخدم علشان نتكلم عن تعبير عن حاله. طيب يا ترى لما نحب نبني كلمة use to في المجهول بنعملها ازاي؟ ببساطة شديدة بنكتب use to، بعد كده بقى في عندنا كلمة be، وبعد كده بقى في التصريف رقم 3. طيب يعني مثلا كده لما أقول we used to do the homework in the evening، يعني احنا تعودنا ان احنا نعمل الواجب بتاعنا في المساء. الجملة دي كده لما نحب نبنيها للمجهول دايما طبعا هنبدأ بالأوبجكت المفعول، يبقى هنقول كده the homework الواجب، وبعدين عندك ادي used to، وطبعا هنكتب بقى كلمة be والتصريف رقم 3 بتاع كلمة do اللي هو done، يبقى the homework used to be done in the evening. وطبعا بقى لما يجي لك سؤال على الكلام ده كده في الامتحان تتعامل معاه ازاي؟ يعني مثلا كده تعال ناخد سؤال، لما يجي يقول كده the dishes space every day، الاختيار الاولاني بتاعك بيقول كده the dishes used to be washed، رقم اتنين used to wash، رقم c used to washed، رقم D used to be washed. علشان تحل جملة في الاختياري على الكلام ده كده وفي المبني المجهول دايما بوجه عام، ترجم أول كلمة اللي هي طبعا the dishes اللي هي معناها الأطباق، وعندك كلمة wash معناها يغسل، فأنا أكيد عمري ما هقول كده الأطباق تغسل ولكن الأطباق تغسل، يبقى ده كده مبني للمجهول. طيب used to be washed يبقى هي دي مصر الإجابة الصح، علشان في عندنا used to be والتصريف رقم 3. طب used to wash ده كده مبني للمعلوم الأطباق اعتادت أن تغسل، طبعا دي غلط عشان مش هي تغسل. طب used to في washed بس ما فيش verb to be، فمعنى كده أن دي غلط. طب used to be washed دايما لازم بعد verb to be في الباسيف المبني المجهول بنستخدم تصريف رقم 3، ما فيش تصريف رقم 3 يبقى معنى كده أن دي إجابة خاطئة، يبقى الإجابة الصح بس اللي هي used to be washed. لما نحب نجيب نفي يا مستر في بتاع كلمة used to دي في أكتر من طريقة. الطريقة رقم واحد ان احنا كده نقول didn't use to plus infinitive، وطبعا ده كده اللي هو الايه اكتر حاجة شائعة. طيب
الطريقة رقم 2 خلينا نكتبها برضو كده، ينفع أقول لك كده never used to plus infinitive. طريقة رقم 3 برضو ينفع أقول لك كده didn't used to plus infinitive، بس برضو الكلام ده مش شائع خالص اللي بتاع كلمة didn't used to، هي صح مش غلط، ولكن طبعا لو جات لك في الامتحان didn't use و didn't used لا اختار فقط didn't used to. وينفع كمان اقول لك كده used not to plus infinitive. دي كده كلها طرق خاصة بالنفي، بس طبعا دي كده الاكثر شيوعا اللي هي اول واحدة. طيب نقول مثلا كده مثال، ادي the children didn't use to walk school. الأولاد ما تعودوش إن هم يروحوا المدرسة ماشي. يبقى طبعا عادي عندك didn't إيه، وفي كلمة use وفي to وفي بعد كده ال infinitive. طبعا أكيد لما أحب أعمل سؤال مصر يبقى ده كده يعتبر possible، يبقى أنا في الحالة ديت كده استخدم كلمة did، وبعد كده هنجيب subject بتاع الجملة فاعل، وهنجيب بعد كده use to، أو نفس الفكرة ينفع أقول لك used to كلاهما صحيح، ويبقى في عندنا الـ infinitive ويبقى في الـ question mark في الآخر. يعني نقول مثلا كده did you use to sleep early، هل اعتدت انك تنام بدري؟ ادي did وعندك الـ subject بتاعك وعندنا كلمة use to وبعديها الـ infinitive. طيب خلينا ناخد كام ملاحظة سريعة وكام ملاحظة مهمة على الكلام ده كده. أول حاجة إن أنا ينفع أقول كده there، نعرف إن أساسا كلمة there بمعنى يوجد، ينفع أقول لك كده there used to be مثلا a supermarket here. الجملة هنا دي بقى أو كلمة there دي كده معناها إيه يا مستر؟ معناها يعني كان يوجد سوبر ماركت هير بدون أي مشاكل خالص، علشان دايما إحنا بنقول إن معناها اعتاد أن، يبقى مين اللي متعود؟ يبقى دايما الشخص هو اللي معتاد. بس لا ينفع ان انا اجيب كلمه زر عادي خالص مفيش اي مشاكل، وينفع برضو ان يبقى في حاجه غير عاقل، يعني اقول لك مثلا السوبر ماركت، الجمله دي بتساوي اللي هي there used to be a supermarket used to be here، كلاهما صحيح الاثنين بيدوا نفس الايه المعنى، يعني كان في سوبر ماركت هنا او كان يعني في البوست في سوبر ماركت كان موجود في المكان ده، but now there isn't ولكن الان لا يوجد. بعد كده أول حاجة ينفع إن أنا أبدأ الجملة بتاعتي بكلمة there بمعنى يوجد، لما أقول إن كان في حاجة موجودة هنا بس هي دلوقتي أصبحت غير موجودة. طيب الحاجة رقم 2، وإن إحنا دايما لو في عندنا أحد أشكال verb to be أو كلمة get أو كلمة become أو كمان كلمة grow وفي عندنا كلمة use to، في الحالة ده هي كده يبقى في عندنا verb plus ing أو نون اللي هو الاسم. تاني لو عندنا أحد أشكال verb to be، يعني إيه يا مستر أحد أشكال verb to be؟ يعني مثلا am is are أو عندنا was أو were أو عندنا كلمة been، كله صح. عندك get أو gets أو got become became becomes grow أو grows أيا كان كل الكلام ده، وعندنا كلمة used to في الحالة ديت كده بنجيب verb plus ing أو اسم، ما ننساش خالص دي. طيب كلمة used to في الحالة دي كده دي أصبحت adjective يعني صفة بمعنى متعود على، يبقى هنا كده ما أصبحتش فعل لا دي أصبحت صفة، ودايما بنجيب بعديها verb plus ing أو اسم. يعني مثلا نقول كده هاني is used to working hard، هاني متعود على العمل الجد أو إن هو يعمل بجد. يبقى في عندنا هنا أدي is وأدي used to وفي working verb plus ing. الجملة دي بتساوي كده هاني is used to hard work. hard work هنا كده ده النون اللي هو الاسم، إنما working طبعا ده كده verb plus ing. طب هنا كده معناه إيه بقى؟ دي كده معناه عادة في present في المضارع، يعني هو متعود على إن هو يعمل بجد، يبقى دي كده عادة في المضارع. طيب يبقى تاني كده لو في عندك be أو get أو become أو grow used to، يبقى في الحالة ديت كده أنا محتاج verb plus ing أو اسم. بس تاني
كلمة used to هنا معناها متعود على. علشان هندخل بقى إلى حاجة شوية برضو بتلخبط الطلاب كده في الحتة دي، اللي هي ينفع أجيب be وبعد كده أجيب used، يبقى في عندنا to أو يبقى في عندنا كده for، بس مع to هيبقى في ال infinitive اللي هو المصدر، ومع for هيبقى في verb plus ing أو طبعا الاسم. طب يا مستر هنا دي كده معناها ايه؟ ده احنا لسه قايلين بي يوز تو فيرب بلس ان جي او اسم، طب ده هنا بي يوز تو بلس انفينيتيف. في الحاله ديت كده احنا مستخدمين كلمه يوز تو بمعنى مختلف تماما، وهي بمعنى يستخدم له. وطبعا دي كده في الحاله دي كده اصبحت باسيف بمعنى مبني للمجهول. يعني اقول مثلا كده ده كاميرا is used to take photos، الكاميرا تستخدم لالتقاط الصور، هنا مش معناها متعود على. أقول مثلا the camera is used for يبقى taking photos. دايما لو في عندنا be use طبعا be يعني أي شكل من الأشكال بتاعتها بقى use to، يبقى أنا في الحالة كده عندي infinitive. لو في عندك for يبقى أنا دايما بنجيب verb plus ing. طيب فيما يتعلق بكلمة would، أولا would بنجيب بعدها الانفينيتيف اللي هو المصدر. طب يا مستر would دي بنستخدمها ليه؟ would دي بستخدمها بالظبط لما بتساوي كلمة used to، لما نتكلم عن عادة كانت تحدث في الماضي. يعني إيه برضو؟ خلينا نفصل الدنيا شوية، إن دايما كلمة would بستخدمها فقط لما أتكلم عن أحداث متكررة في الماضي، يعني الحدث كان بيتكرر فين؟ في الماضي. طيب ده أولا. ثانيا لو هستخدم كلمة would يفضل وجود شيء يدل على الماضي، ماشي؟ يعني يفضل مش موجود خلاص، ممكن بيتفهم من إيه؟ من المعنى بتاع الجملة بتاعتي. طيب يعني لما أقول مثلا كده الجملة اللي إحنا قلناها هناك، عمرو used to sleep early ولا get up early، مش هتفرق كتير. الجملة هنا كده معناها عمرو اعتاد انه يستيقظ مبكرا، الجملة دي بتساوي عمرو would sleep early. الاتنين في الحالة ديت كده وبيساوي بعض بالظبط بدون أي اختلاف في المعنى. ليه؟ علشان الاستيقاظ مبكرا ده حدث متكرر بيتكرر كل يوم، عادة كانت بتحصل. طيب أمال إيه الفرق يا مستر بقى ما بين كلمة would وما بين كلمة used to؟ خلينا ناخد الفروقات دي على هيئة أسئلة. سؤال رقم واحد، لما أقول مثلا كده منى space have a car use to ولا would؟ جملة رقم اتنين، هدى space be thin، نفس الفكرة use to ولا would؟ رقم ثلاثة، أحمد space come early، أحمد didn't use to ولا أحمد wouldn't؟ خلينا كده نبص على الجملة الأولى، منى سبيس هاف ا كار، هاف دي معناها ايه؟ تقول لي يا مستر معناها يمتلك، يبقى في الحالة دهيت كده ما ينفعش استخدم كلمة وود. ليه؟ فين العادة اللي هنا اللي موجودة عندك هنا؟ مفيش عادة هنا، مفيش حدث متكرر هنا، يبقى في الحالة دهيت كده منى يوز تو هاف ا كار، في الحالة دهيت إن دايما كلمة وود لا يفضل استخدامها مع الستيتيف فيربس. الستيتيف فيربس اللي هي الأفعال اللي ما ينفعش نحط فيها اي ان جي، اللي هي دايما بتعبر عن أفعال الحالة. هنا دي منى كانت بتمتلك سيارة، يبقى كده ملهاش علاقة خالص بحدث متكرر. طب الجملة التانية، هدى space be thin بمعناها يكون. طيب يبقى منى اعتادت إن هي تكون رفيعة، فين العادة هنا؟ مفيش حدث متكرر هنا في الحالة ديت كده، يبقى في الحالة ديت كده مش هنستخدم فقط كلمة would، لا هنستخدم كلمة used to. علشان نفس الفكرة، أدي كلمة be ده برضه state verb من الأفعال اللي ما ينفعش نحط فيها ing، وفي نفس الوقت الجملة دي كده بتعبر عن حالة وليس حدث متكرر.
الجملة رقم 3، أحمد سبيس كام إيرلي، didn't used to ولا wouldn't؟ مش هنختار كلمة wouldn't. طب ليه يا مستر؟ هنختار didn't used to علشان إن كلمة would دي كده لا تستخدم في النفي أو السؤال، إن كلمة would ما ينفعش استخدمها لا في النفي ولا ينفع استخدمها في السؤال. يبقى تاني كده باختصار، إن كلمة would لا تستخدم، ما ينفعش استخدم كلمة would رقم 1 في النفي، رقم 2 في السؤال، يعني ما ينفعش أقول would he used to، غلط. طيب رقم 3، ما ينفعش استخدمها لما نيجي نتكلم عن الأفعال الحالة اللي هي الحاجات اللي بتعبر عن حاجات ثابتة دائمة. يعني خلينا ندي مثلا مثال تاني، لما أقول كده مصطفى space live in Giza when he was young مثلا، مصطفى used to ولا مصطفى would؟ live معناها يعيش، ده المعيشة دي كده ده يعني فعل لا يعبر عن يعني حدث متكرر ولكن يعبر عن حالة. في الحالة ديت كده مش هينفع استخدم كلمة would، هنستخدم فقط كلمة used to. يبقى would ما ينفعش استخدمها في النفي، ما ينفعش استخدمها في السؤال، ما ينفعش استخدمها مع أفعال الحالة، ما ينفعش استخدمها مع الـ state verbs اللي هي الأفعال اللي دايما بتحط فيها ing. طيب خلينا ناخد برضو كده يعني ايه حاجة تانية برضو على كلمة would، وهي ان في حالة وجود ظرف اللي هو الـ adverbs of frequency زي مثلا كلمة always دائما، زي مثلا كلمة usually، زي مثلا كلمة sometimes، كل الـ adverbs of frequency دي كده دائما بتتحط ما بين كلمة would وما بين الـ infinitive المصدر اهو. يبقى الحاجات دي هتتحط هنا، يبقى would و always و usually و sometimes والكلام ده كله، بعد كده هستخدم الـ infinitive. أما في حالة وجود كلمة used to فعادي ينفع أجيبهم قبل كلمة used to أو بعديهم. خلينا ناخد كده سؤال، السؤال بتاعنا بيقول هاني space a meeting every day last week. الاختيارات بتاعتنا هاني attended رقم ده used to attend رقم C would attend رقم D has attended. أولا ما ينفعش أقول has خالص عشان في عندنا كلمة last week. هاني يحضر اجتماع كل يوم الأسبوع اللي فات، دي طبعا بقى ملاحظة مهمة جدا، لا نستخدم كلمة would أو حتى كمان كلمة used to. إمتى يا مستر؟ في حالة وجود حدث استمر فترة قصيرة في الماضي. اوعى تقول ان في كلمة every day يا مستر، every day معناها كل يوم، يبقى معنى كده ان دي عادة. بس اقول لك last week، last week معناها الاسبوع اللي فات، يبقى الحدث استمر لمدة اسبوع فقط، يبقى ده كده لا تعتبر عادة. طب في الحالة ده هيت كده مش هينفع استخدم لا would ولا استخدم used to ولا استخدم ايه بقى؟ بستخدم فقط الماضي البسيط اللي هو تصريف رقم 2. فانا اقول هنا كده هاني attended a meeting every day last. يبقى عندك بقى مثلا كلمة ago، عندك مثلا كلمة yesterday، عندك مثلا كلمة last، last night، last Friday، last week، وهكذا. أي حاجة من الكلمات بتاع الـ past simple يفضل إن احنا نستخدم معها فقط ما دام الحدث بتاعك لا يعبر عن عادة كانت مستمرة لفترة طويلة في الماضي، يبقى نستخدم معها فقط تصريف رقم 2.